بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. حلقه النهارده بالتاكيد هنتابع فيها المستجدات المطروحه على الساحه الرياضيه خلال الساعات القليله الماضيه، وايضا ما هو قادم بالنسبه للكره المصريه والنادي الاهلي على وجه التحديد. الفترة القادمة بالتأكيد فترة مختلفة، لأن الفترة القادمة بدون أي مباريات محلية سواء في الدوري أو الكاس بالنسبة لمشاركات النادي الأهلي في البطولة المحلية، لكن بعد حوالي شهر أو أقل من شهر بأيام قليلة إن شاء الله النادي الأهلي هيستأنف مشواره في بطولة الدوري العام وأيضا البطولة الإفريقية، غمار منافسات وأجندة إفريقية ومحلية مزدحمة مع انطلاق المسابقة إن شاء الله أو استئناف المسابقة يوم 25 نوفمبر. بالتالي المرحلة القادمة بالتأكيد هيكون في متابعة مختلفة وهيكون في تفاصيل مختلفة بالنسبة لاستعدادات الأندية أو استعداد النادي الأهلي للمرحلة الجاية. النادي الأهلي الفترة القادمة بيقسم مراحل الإعداد لكذا مرحلة. في مرحلة هتبدأ يوم الخميس القادم إن شاء الله بسفر الفريق إلى الإمارات لخوض معسكر مغلق واحتمال بنسبة كبيرة يكون فيه مباراة ودية خلال هذا المعسكر. معسكر لن يستمر أكثر من حوالي 6-7 أيام والفريق هيعود إن شاء الله في نهاية الأسبوع القادم. دي مرحلة وهتكون الفريق في هذا المعسكر كامل الصفوف، مكتمل الصفوف بكل اللاعبين الدوليين فيما عدا لاعبي النادي الأهلي في المنتخب الأولمبي. بعد هذه المرحلة في مرحلة تانية، المرحلة التانية هيكون الاستعداد فيها مختلف تماما عن هذه المرحلة، لأنها تفتقد ساعتها في هذه المرحلة عدد كبير جدا من اللاعبين. بنتكلم فيما هو مقرر ومعلن بشكل رسمي سواء من قبل المدير الفني للمنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي، بنتكلم في غياب حوالي 15 لاعب، 10 في المنتخب الأول وخمسة في المنتخب الأولمبي. نضيف على ذلك كمان جيرالدو مع منتخب أنجولا، علي معلول مع منتخب تونس، وأليو ديانج اللي هيكون موجود في مصر مع منتخب مالي تحت 23 سنة في البطولة الإفريقية اللي هتستضيفها مصر إن شاء الله المؤهلة لتصفيات طوكيو الدورة الأولمبية في الصيف العام القادم. فبالتالي بنتكلم عن غيابات حوالي 17 أو 18 لاعب، أكتر من حوالي 60-70% من القوام الأساسي لفريق النادي الأهلي. لذلك هذه المرحلة هيكون الاستعداد فيها مختلف ما بين تصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين، إقامة عدد من المباريات الودية، تجهيز العناصر اللي ممكن مش هتكون جاهزة بنفس الحالة الفنية والبدنية في ظل جاهزية كبيرة هتكون لهؤلاء اللاعبين اللي هيكون موجودين في الأجندة الدولية مع المنتخبات خلال الفترة القادمة. لذلك هذه المراحل مهمة جدا لأنها هتحضر الفريق لأجندة مزدحمة جدا بدءا من يوم 25 نوفمبر، وهذه الأجندة لن تتوقف فقط على المباريات المحلية، بل الصعوبة بتزداد نتيجة إنك خلاص داخل على غمار المنافسات الإفريقية ومباريات إفريقية صعبة وقوية في بطولة أنت بتحاول قدر الإمكان تستعيد مكانتك فيها بعد غياب حوالي 6 سنوات عن منصة التتويج. فبالتالي المرحلة القادمة محتاجة شغل كبير جدا هيحصل بالتأكيد من الجهاز الفني، لكن محتاجة دور كبير جدا من جمهور النادي الأهلي في المساندة والدعم في ظهر الفريق في المرحلة الجاية عشان نبدأ نجهز لهذه المنافسات وهذه الازدحام في المواعيد والمباريات في المرحلة القادمة. دي كانت جزئية مهمة جدا وانا بتكلم عن المرحلة الجاية وايه اللي هيحصل فيها. في غمار هذه المنافسات او في غمار هذه المرحلة دورنا بقى في الفترة الجاية هنحاول قدر الامكان نرصد لكم الاستعدادات الفنية بالنسبة لفريق النادي الاهلي المرحلة الجاية، كمان بالنسبة على المستوى الاداري من اتحاد كرة القدم ازاي هيحضر في فترة ال 35 او 40 يوم او الشهر القادم لاستئناف المسابقة في تظبيط لوائح المسابقات، لوائح الانضباط، لائحة لجنة القيم والاخلاق، كل هذه الامور حتى بالاضافه لكمان مشروع لائحه النظام الاساسي لاتحاد كره القدم، كل الامور دي بالتاكيد هتبقى مناقشات خلال الفتره القادمه عشان نبدا بقى نشوف مسابقه بتستأنف، مش عايز اقول بتبدا لا بتستأنف بعد الاسبوع الرابع بشكل ومسابقه كنا نتمنى ان تكون بدات بنفس هذا النظام. فده جزء مهم جدا كدور اعلامي بالتاكيد هنأديه خلال الفتره القادمه مع التركيز على مشوار النادي الاهلي والاستعداد في المراحل القادمه سواء في معسكر الامارات وتغطيه خاصه هتكون ان شاء الله مع الفريق او حتى فيما بعد من خلال تدريبات على ملعب التتش بعد العوده من هذا المعسكر. وبالتاكيد الجهاز الفني هيدي حوالي يومين ثلاثه راحه سلبيه بعد معسكر الامارات استعدادا للمرحله الاخيره هتكون مدتها حوالي بنتكلم في حوالي 12-13 يوم قبل استئناف المسابقه يوم 25 نوفمبر. طيب النهارده معانا اكتر من فقره في برنامج الاهلي الليله، فقره الانتو وفقره الاخبار معانا فيها اخبار مهمه جدا، في اخبار مهمه حتى لجمهور النادي الاهلي هنقولها بالنسبه لكل مشاهدينا في كل مكان، هيتخللها مداخلتين مهمين سواء في التمرين او حتى للاطمئنان على حاله محمد محمود لاعب النادي الاهلي اللي اجرى جراحه النهارده في المانيا. بعد فقره الانتو معانا فقرتين معانا فيهم ضيوف مهمين جدا، النهارده معانا ضيف استثنائي الكابتن لطفي نسيم، سبق لي قبل كده تدريب منتخبي اوغندا وبوروندي، كان ليه تكريم من منظمه حقوق الانسان خلال الساعات القليله الماضيه، هيكون النهارده معانا هنتكلم معاه عن هذا التكريم، وايضا هنتكلم معاه عن الكره الافريقيه لان
فكره مدرب مصري يشتغل في الكره الافريقيه منتخب اوغندا ومنتخب بروندي هي مدرسه. يمكن المدربين المصريين كان لهم السبق في هذا الموضوع قبل حتى المدارس الفرنسيه والانجليزيه والمدارس الاوروبيه مع المنتخبات الافريقيه، لان سبق كمان بعد الكابتن لطفي نسيم في كذا مدرب خاضوا نفس التجربه، سواء كابتن شريف الخشاب او الكابتن احمد كشري. وبشكل عام حوار فيه تفاصيل فنيه مهمه جدا، سواء متعلقه بالدوري المصري او حتى المتعلقه بالكره الافريقيه والتطور الملحوظ اللي حصل فيه القاره الافريقيه خلال الفترات القليله الماضيه. الفقره الحواريه الاخيره هيكون فيها زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، وهيكون في استضافته الناقد الرياضي الاستاذ سامي عبد الفتاح، فقره مهمه جدا، فقره الصحافه ورؤيه الاعلام الرياضي والنقاد الرياضيين للمرحله الحاليه بالنسبه للكره المصريه، حوار شامل بتفاصيل مهمه جدا بالنسبه للمرحله القادمه. لكن فقره الاخبار وفقره الانترو مهمه، ابدا بهذا الخبر الهام جدا وعنوانه الرئيسي: الكابتن محمود الخطيب يشكر المستشار تركي آل الشيخ ويؤكد على العلاقات التاريخيه بين مصر والسعوديه. عبر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للترفيه بالمملكه العربيه السعوديه لاهتمامه البالغ بارسال وفد من الاشقاء الى منزله للاطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التي اجراها مؤخرا. وقال الكابتن الخطيب انه يثمن وبكل تقدير ما افاض به المستشار تركي آل الشيخ من مشاعر طيبه ورغبه صادقه في التآخي بما يعكس القيمه التاريخيه للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية. خبر الآخر اللي معانا، الكابتن محمود الخطيب النهاردة عقد جلسة مع لجنة التخطيط للكرة، جلسة كانت مهمة جدا، هنتكلم في تقرير خاص بقطاع كرة القدم في الفترة القادمة لعرضه على الجمعية العمومية اللي مقرر انعقادها إن شاء الله نهاية شهر نوفمبر القادم. كابتن محمود الخطيب عقد جلسة مع لجنة التخطيط للكرة بحضور الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو أعضاء اللجنة وحنان الزيني مدير متابعة اللوائح والتراخيص. هذا الاجتماع تم مناقشة فيه العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة سواء على مستوى الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو الأكاديميات. جرت الجلسة بمنزل الكابتن محمود الخطيب بناء على تعليمات الطبيب المعالج الذي طلب من رئيس النادي الالتزام بالراحة التامة بمنزله حتى نهاية الأسبوع الجاري بعد عمليات الحقن التي أجراها مؤخرا. خلال الجلسة تم مناقشة التقرير العام لقطاع كرة القدم عن موسم 2018-2019 تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية العادية إن شاء الله في نهاية نوفمبر القادم. تم مناقشة أيضا كمان الاحتياجات الإدارية والفنية لقطاع الناشئين والأكاديمية بالإضافة إلى التقرير المقدم من إدارة اللوائح عن حقوق النادي الأهلي الخارجية طرف الاتحاد الدولي فيفا والأندية أيضا من خارج مصر. التقرير العام لقطاع كرة القدم ده جرى العرف قبل أي جمعية عمومية، القطاع بيقدم تقرير سنوي عن الأعمال التي تمت من خلال هذا القطاع سواء على صعيد البطولات، الإنجازات التي تم تحقيقها، التعاقدات والصفقات التي تم انضمامها أو انضمت لصفوف الفريق خلال الفترات الماضية سواء في فترة انتقالات الصيف أو حتى انتقالات الشتوية في يناير. كمان فكرة التدعيم اللي بيحصل في قطاع الناشئين والصرف على قطاع الناشئين والأكاديميات والدور المنوط بهذه القطاعات لتغذية الفريق الأول وفريق الشباب خلال الفترة الماضية. علاوة على ذلك كمان في جزئية مهمة جدا حتى في سياق هذا الخبر وآخر سطر، بالإضافة إلى التقرير المقدم من إدارة اللوائح عن حقوق النادي الأهلي الخارجية طرف الاتحاد الدولي والأندية من خارج مصر. وهذا العام تحديدا وأنا على المستوى الشخصي برصد الشغل اللي تم في القطاع في كذا جزئية مهمة جدا حصلت هذا العام أنا بعتبره من إنجازات قطاع كرة القدم بالإضافة إلى إنجازات الفريق الأول سواء في تحقيق البطولات سواء دوري أو سوبر أو البطولات اللي النادي الأهلي يشارك فيها هذا العام. الجزء اللي بتكلم فيه في مسألة اللاعب مروان محسن، عندما أصيب مع المنتخب الوطني استطاع النادي الأهلي من خلال المخاطبة الرسمية مع الاتحاد الدولي فيفا وتطبيق اللوائح الملزمة للاتحاد الدولي والعلاقة المباشرة بين النادي الأهلي والاتحادات بشكل عام والأندية والاتحادات عندما يتعرض أي لاعب لإصابة مع منتخب بلده يتحمل الاتحاد الدولي فيفا تكاليف العلاج بالإضافة إلى الراتب الشهري للاعب على مدة تعاقده طيلة فترة الإصابة. دي كانت جزئية مهمة جدا تمت السنة دي وقدر النادي الأهلي من خلال اللوائح المنظمة لهذه العلاقة يحصل على القيمة المالية في مسألة الحصول على دفع راتب مروان محسن طيلة فترة إصابته من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ده لأول مرة بيحصل في مصر وبيحصل طبعا من خلال النادي الأهلي لأنه عارف جيدا حقوقه وواجباته واللوائح سواء في الاتحاد الدولي أو الاتحاد الإفريقي بتطلب إيه أو بتلزمك بإيه، فبالتالي بتنفذها بحذافيرها ولو ليك حق من خلال هذه اللوائح بتقدر تحصل عليه.
ايضا كمان من الجزء الهام جدا موضوع جونيور اجاييه، كان تم تحويل مبلغ الى جونيور اجاييه في نادي الصفاقسي التونسي، تم استرداده من خلال عمل لائحي وعمل منظمه داخل القطاع كره القدم في النادي الاهلي. ايضا جزء التراخيص جزء مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي كشهاده رسميه معتمده من الاتحاد الافريقي ومن الاتحاد المصري لكره القدم. النادي الاهلي حصل رسميا على شهاده برخصه الانديه المحترفه. في السنوات السابقه حتى لما سالت على هذا الموضوع في اتحاد كره القدم قالوا بتبقى شهاده مؤقته اللي انت بتجددها كل سنه عشان تقدر تشارك في البطولات الافريقيه، وان انت بتطبق الحد الادنى على الاقل لشروط الانديه المحترفه. لكن المره دي شهاده رسميه من الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري، ورغم ذلك حتى لما بتنزل لجان تفتيش او بتتابع هذا الامر النادي الاهلي في هذا الموضوع او في هذه الجزئيه بيطبق مش هقول الحد الادنى، لا تخطى الحد الادنى في امور كثيره جدا. النادي الاهلي كل الامور الاداريه والماليه والفنيه عنده بتنفذ بحذافيرها طبقا لمعايير الاتحاد الافريقي في شروط الانديه المحترفه اللي بتشارك في البطولات القاريه خلال السنوات الماضيه. اذا القطاع هذا العام سواء على الصعيد المالي على الصعيد الاداري على صعيد البطولات بالاضافه الى الحقوق الماليه والتعاقدات في خارج مصر، النادي الاهلي الحمد لله في هذا التقرير بالتاكيد هناك ايجابيات كثيره جدا سيتم رصدها بالنسبه للجمعيه العموميه خلال الفتره القادمه، لذلك هذه الجلسات مهمه لتقديم هذا التقرير في الفتره القادمه. طيب بالنسبه بقى لمعسكر الامارات ان شاء الله اللي هيكون خلاص هيبدا باذن الله يوم الخميس وهيستمر لمده حوالي 6 أيام في دبي. غدا ان شاء الله الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره والكابتن سمير عدلي المدير الاداري هيتوجهوا الى الامارات مساء غد للاطمئنان على كافه الامور المتعلقه بسفر البعثه وترتيب اجراءات الاقامه وحجز ملاعب التدريب ووسائل الانتقالات وغيرها من الامور التنظيميه في المعسكر. البعثه ان شاء الله هتسافر يوم الخميس في معسكر مغلق اثناء فتره توقف البطوله بسبب مشاركه المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول في الفتره القادمه، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعني يقدر يستفيد قدر الامكان من هذا المعسكر بنسبه كبيره جدا ويخوض مباراه وديه طبقا لرؤيه الجهاز الفني بقياده السويسري نيني فايلر. وانت في الامارات ممكن البعض يقول لك عايزين نلعب مباريات مع العين مع الجزيره، انت في التوقيت ده وانت مسافر في مباريات بتتلعب في دوري الخليج العربي في الامارات، فهذه الانديه بالتاكيد هيكون عندها ارتباطات رسميه، لكن في نفس الوقت ممكن يكون نيني فايلر ليه رؤيه في الفريق اللي عايز يلعبه، مستوى فني معين سواء في الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه، هي رؤيته الفنيه اللي هتحدد المنافس اللي هيكون مع النادي الاهلي في هذه المباراه عشان قدر الامكان يستفيد بهذه المباراه، خاصه انك 6 أيام في الامارات بتلعب او بتعمل تدريبات وتجهيز في معسكر مغلق، لازم تختم هذا المعسكر بمباراه وديه عشان تشوف الجزء اللي انت اشتغلت عليه مدى تنفيذه ونجاحه من خلال اللاعبين في المباراه الوديه. فبشكل عام بيبقى في بعض المدربين لهم استراتيجيه او سياسات معينه في الفريق اللي انت تحب تلعبه لما بتخوض معسكرات مغلقه في فتره زي فترات الاعداد. النهارده التمرين كان حوالي الساعه 5 مساء في ملعب مختار التتش، النهارده الثلاث بكره الاربع اخر تمرين، ومن الخميس ان شاء الله الفريق هيسافر. فايلر عمل محاضره قبل انطلاق المران واتكلم مع اللعيبه عن المراحل القادمه واهميه المرحله القادمه كمان وتجهيز اللاعبين في المرحله القادمه، خاصه ان المرحله القادمه فرصه طيبه جدا ان كل لاعب بالتاكيد يقدر يطلع كل اللي عنده عشان بعد فتره التوقف يكون كل اللاعبين جاهزين. في ميعاد للتجمع لكل اللاعبين، التمرين بيبدا الساعه 4 العصر، ده ميعاد رسمي بيتم فيه، وحتى بيبقى فيه ساعه لانطلاق او حضور اللاعبين قبل انطلاق التدريب، ميعاد الكل بيلتزم فيه، واحيانا بيعقد الجهاز الفني محاضرات نظريه او محاضرات عمليه داخل غرفه خلع الملابس في قاعه المحاضرات. كان في النهارده برنامج بدني خاص للاعبي الاهلي مساء اليوم، البرنامج البدني ده محدد بقى خلال هذه الفتره وهذه المرحله قبل السفر ان شاء الله يوم الخميس القادم. الفريق طبعا كان خد اجازه يوم الجمعه والسبت الماضي واستأنف التدريبات يوم الاحد، والكابتن سيد كان قال ان خلال تواجد الفريق في تدريبات ملعب التتش قبل السفر للامارات مش هيكون في اي مباراه وديه وهيكون في اكتفاء فقط بالتدريبات البدنيه. النهارده يمكن نقدر نقول الصوره مكتمله في تدريبات النادي الاهلي بنسبه 95%، لن يتبقى فقط سوى علي معلول وجيرالدو، خدوا اذن النهارده بعدم المشاركه في المران، لكن كل اللاعبين كانوا النهارده موجودين، اللاعبين الدوليين حتى كانوا موجودين، لان الجهاز الفني عمل سياسه شويه خلال التدريبات اللي فاتت بعد اجازه الجمعه والسبت، منح اللعيبه الدوليه يومين اضافيين، لان بعد معسكر الامارات هينضموا بسرعه للمنتخب الاول في الاستعداد لمباراه كينيا وجزر القمر، لكن اللعيبه اللي مش هتكون منضمه للمنتخب بعد الفريق ما يرجع من الامارات هتاخد 3 أيام اجازه. فكان بس فكره ان معدلات الراحه ما بين كل اللاعبين تكون متساويه قبل التجمع الرسمي ان شاء الله لاول مباراه يوم 25 نوفمبر.
النهارده كانت الصوره زي ما قلت لكم شبه مكتمله، كل اللاعبين كانوا موجودين النهارده في التمرين فيما عدا علي معلول وجوني وجيرالدو. اجايي وازارو شاركوا في مران الاهلي النهارده بعد الراحه اللي حصلوا عليها بالتنسيق مع الجهاز الفني والاداري. ايضا كمان اكرامي والشناوي النهارده كانوا موجودين في التدريبات الجماعيه، لان ايضا كمان كان الشناوي واخد يومين اجازه زياده، زي ما قلت لكم اللعيبه الدوليه كانت واخده اجازه يومين زياده عن اللعيبه اللي مش موجوده في الاجنده الدوليه. معلول وجيرالدو زي ما قلت لكم خدوا اجازه النهارده، لكن بكره ان شاء الله هينتظموا في التدريبات، ونقدر نقول بكره في التدريب الاربع بنسبه 100% هيكون المران مكتمل ان شاء الله بدون اي اصابات حتى، وكل اللعيبه ان شاء الله تكون جاهزه، خاصه ان خلاص يوم الخميس بقى في سفر وفي استعداد مختلف في فتره التوقف القادمه. طبعا في مساله الاصابه يمكن محمود متولي الحمد لله بيقترب بنسبه كبيره من الشفاء والجاهزيه للمران الجماعي خلال الفتره القادمه. النهارده محمود متولي خضع لفحص طبي قبل استكمال برنامج التاهيلي، وكان اجرى اشعه على القدم بالامس، وعلى ضوءها ان شاء الله الجهاز الفني هيتعرف بنسبه الالتئام في التمزق اللي تعرضه في العضله الخلفيه بنسبه كام عشان يقدر يحدد المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي. اصابه محمود متولي كانت يوم 20 سبتمبر، كانت يوم مباراه الاهلي والزمالك، النهارده بنتكلم في 29 اكتوبر، يعني مر حوالي بنتكلم في حوالي 40 يوم. فبالتالي خلال الفتره الاخيره خلاص بعد الاشعه ونتيجه الاشعه هيتحدد موقف محمود متولي في الجاهزيه للمران الجماعي، وان شاء الله يكون معسكر الامارات فرصه طيبه لمحمود متولي عشان يكون مع ريني فايلر في التدريبات الجماعيه، وليه ما لا ان شاء الله يجربه حتى في المباراه الوديه. طيب لمزيد من التفاصيل بينضم لي على الهاتف زميلي العزيز شريف شعبان من ملعب مختار التتش بالجزيره، كان حاضرا لتدريب النادي الاهلي ونعرف منه ايه الجديد واللي شافه النهارده في ملعب التتش بالنسبه للمران الجماعي، في ظل ان النهارده نقدر نقول زي ما قلت لكم بنسبه 95% الصفوف كانت شبه مكتمله بوجود كل اللاعبين الدوليين بعد الراحه الاضافيه اللي حصلوا عليها بالامس واول امس. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك يا زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. نطمن منك على حاله الفريق والاستعداد النهارده في ملعب التتش، والجديد النهارده اللي شفته في تدريب الفريق الجماعي في ظل خلاص ان بكره اخر مران ثم السفر الى الامارات، معسكر مغلق لمده اسبوع. يمكن التمرين كان في الرابعة عصرا، ويمكن المفاجأة لكل لاعبي النادي الأهلي إن المشجع الجميل الأهلاوي حماصة كان موجود النهاردة في تمرين النادي الأهلي، كل لاعبي النادي الأهلي كانت حريصة تروح وتتصور معاه وتتكلم معاه، الجهاز الفني أيضا فايلر وباقي جهاز ومدير الكرة وكل الجهاز كان حريص يتكلم مع حماصة ويتصور معاه، يمكن لقى استحسان كبير قوي ورفعت من روح المعنوية الحماصة، وطبعا اللاعبي النادي الاهلي اللي شايف المشجع المخرس النادي الاهلي حريص رغم كل الظروف اللي هو بيعاني فيها هذه الايام، ولكن موجود في عشقه النادي الاهلي. يمكن بعد هذه اللقطه الطيبه كان في اجتماع في الملعب او محاضره في الملعب حوالي 5 دقائق اتكلم فيها مستر فايلر، اتكلم فيها مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ ان لازم يركزوا الفتره المقبله، ما فيش عنف في التمارين، التقسيمات بيبقى فيها يمكن مش يعني تكالنج مثلا قويه، تدخلات عنيفه، فطلب اللعيبه بالهدوء، خلاص هو عارف كل امكانيات لاعبي النادي الاهلي، فطلب اللعيبه بالهدوء وعلشان خاطر ما فيش اصابات تحصل في الفريق. يمكن بعد هذه الجلسه استمرت حوالي 5 دقائق، بدا بالاحماء والجري حوالين الملعب، وكان في تقسيمه في نهايه المران. يمكن البشرى الخير لكل جماهير النادي الاهلي وليك ايضا زميلي محمد ان محمود متولي شارك بجزء كبير من تمرين النادي الاهلي اليوم، يمكن طبيا بيعلن جاهزيته 100%، ولكن فنيا بقى او بدنيا يمكن الجهاز الفني هيفضل يدخله على مراحل، النهارده بياخد جزء، بكره ياخد جزء اعلى، وهكذا باذن الله في الامارات هيكون جاهز عشان يؤدي التمارين كله بكامل قوته، ولما لا ممكن كمان نلاقيه بيشارك بجزء من المباريات الوديه اللي هتكون في الامارات باذن الله، ولكن من الناحيه الطبيه محمود متولي اصبح جاهز بنسبه 100%. على الجانب الاخر التاهيل كريم نيدفيد النهارده بيتاهل قبل بدايه المران، النهارده شايف بعيني كريم نيدفيد النهارده بيفتح السبرنتات ما شاء الله كويسه كده، بيمسك الخشب بيفتح السبرنتات كويس وبيهدف سرعته بيزود في سرعته، مفيش دكه خالص، فكريم خلاص بتتكلم في ايام ايضا وهيكون موجود في تمرين النادي الاهلي. يمكن بكره باذن الله هينتظم في المران معلول، هينتظم في المران جيلاردو، خلاص يمكن بكره هتلاقي كل صفوف النادي الاهلي مكتمله طبعا باستثناء لاعبي المنتخب الاولمبي. كان على الجانب الاخر ايضا تدريب الحراس، يمكن مايكل عامل تمرين قوي جدا مع الشناوي مع اكرامي
مع علي لطفي حارس الناشئ حمزه اللي بيقدم مستويات رائعه من امبارح، والنهارده يبشر ان قطاع الناشئين في النادي الاهلي على مستوى حراسه المرمى مبشر وحاجه تفاؤل للامام وحاجه بتطمئن كل جماهير النادي الاهلي على مستوى حراسه المرمى في قطاع ناشئين النادي الاهلي. تمرينه قويه جدا لفت النظر فيها الشناوي واكرامي وعلي لطفي، يمكن كل المتابعي مران الفريق بيلاقي ان في تالق ملحوظ للثلاث حراس والمنافسه شديده جدا ما بين الشناوي واكرامي وعلي لطفي. يمكن زي ما قلت لك فايلر النهارده اختتم المران بتقسيمه قويه جدا وكان حريص ان هو يوقف التقسيمه اكثر من مره علشان يصلح الاخطاء، مش عاوز اخطاء خالص تكون موجوده في هذه التقسيمه. يمكن وليد سليمان خطف كل قلوب الاهلاويه النهارده لما وقع في كوره مشتركه، ولكن لما نزل الدكتور خالد محمود الحمد لله قام بكل سلامه وكمل نهايه المران وتالق بشده في هذه التمرين. ازارو تالق، الشيخ تالق، الشحات تالق، ان لاعبي النادي الاهلي كلهم على موعد مع التالق، لاعبي النادي الاهلي كلهم بيقدموا مستويات في التمرين رائعه جدا تجعلك او تشعر ان في خلاص في بكره مباراه رسميه، فالكل بيتسابق على نيل ثقه الراجل، الكل بيتسابق على حجز يعني حجز دوره في تشكيل النادي الاهلي او عاوز يثبت الراجل ان هو جدير، ان الراجل اعتمد عليه الفتره المقبله. فايلر رفض الاجازه خالص الفترات السابقه وركز مع النادي الاهلي، قال لك مش هترك خالص النادي الاهلي الا ما اتعرف على كل صغيره وعلى كل كبيره، مفيش اجازات دلوقتي، الفريق اهم من اي اجازه. زميلي محمد معاك لو عندك اي استفسار. انت قلت لي يمكن وليد سليمان اتعرض لاصابه ووقع في الملعب ونزل الدكتور، لكن كمل التمرين يا شريف، لان المرحله الحاليه بصراحه بينه وبينك مش مستاهله اصابات خالص. يعني اصابه محمد محمود بصراحه الاخيره خلتنا دايما حاطين ايدينا على قلبنا، لان لاعبي النادي الاهلي في المرحله الجايه محتاجين الصفوف تكون مكتمله، لان في ازدحام في المباريات بعد 25 نوفمبر، وعلى الاقل حتى على المستوى الشخصي نتمنى السلامه للجميع يا رب. طبعا عند الاول بنتمنى لكل السلامه لنجمنا المحبوب محمد محمود اللي اجرى النهارده العمليه، ويا رب باذن الله يا رب يرجع لفريقه باقصى سرعه. النهارده لاعبي النادي الاهلي كلهم كانوا حريصين يكتبوا له تويتات على تويتر وكل متعاطف مع محمد محمود، وباذن الله يرجع اقوى من الاول. وليد سليمان خطف كل القلوب الاهلاويه اللي كانت متابعه المران النهارده، ولكن الحمد لله كمل المران بكل قوه، تالق بكل شده في المران مع نزول كريم مع نزول محمود. باذن الله باذن الله مش هيكون غير موجود محمد محمود، يا رب تكون هي الاصابه الوحيده بس محمد محمود وباقي الفريق ما يكونش فيه اصابات لحد نهايه الموسم. في تصعيد من اللاعيبه الناشئين يا شريف في التمرين؟ اه في حوالي اربع خمس لاعبين بجانب حارس المرمى، بيتكلم حوالي خمس لاعبين بحارس مرمى وكلهم لافتين النظر، وخصوصا شادي يمكن اللي كان في عرض رسمي من دوله الامارات، شادي رضوان. شادي رضوان لاعب كبير ولفت الانظار، ويبدو ان النادي الاهلي في قطاع ناشئين يوجد لاعبون على اعلى مستوى في المهاره، في التسلم، في الاستلام، في الضغط على الخصم. لا قطاع ناشئين النادي الاهلي مبشر، قطاع ناشئين النادي الاهلي بيدعو للتفاؤل. اكيد يا شريف. شريف شعبان زميلنا ومراسل قناه النادي الاهلي في ملعب مختار التتشي، يمكن عرفنا منه كل التفاصيل الخاصه باستعدادات النادي الاهلي في المرحله القادمه، واطمئننا على حاله اللاعبين في هذا التدريب، وان شاء الله يكون في جاهزيه لكل اللاعبين في المرحله الجايه. انا عايز اعلق على جزئيه مهمه جدا قالها زميلنا شريف شعبان في فكره ريني فايلر واستمراره مع النادي الاهلي في هذه الفتره وفي هذه الحقبه الزمنيه نتيجه توقف الدوري حوالي 40 يوم. الراجل ما فكرش لحظه ان هو ياخد حتى اجازه يوم او اتنين يطمن على الاسره او حتى يشوف اسرته بعد حوالي فتره حوالي 40 يوم كان فيها ضغط ماتشات سواء افريقيه او محليه في بدايه الموسم. الراجل لما فكر في المرحله الحاليه وكانها جات له من السماء، لان اي مدير فني لما بيتولى تدريب اي فريق بيحتاج فتره اعداد عشان يبدا يحط القواعد الاساسيه لبناء المرحله البدنيه في اللاعبين، افكاره الفنيه وتنفيذها، وهذه الافكار ازاي تتنفذ جوه الفريق كتوتال كفريق بالكامل مش 11 اساسي فقط. كمان التعرف على الحاله داخل صفوف الفريق الاول سواء من الناحيه البدنيه، من ناحيه التغذيه، من الناحيه الفنيه، من كل العناصر اللي بتشمل عمل المدير الفني مع الجهاز المعاون. حتى انت كسكاوتنج معاك جوه الفرقه محتاج تتفرج بمساحه زمنيه على كل اللعيبه اللي معاك لما كانت بتشارك قبل كده. كل اللي حصل ده كان في وقت زمني صعب جدا وضيق جدا. نسبه النجاح في الفتره الاولى مع فايلر سواء في الثلاث مباريات المحليه او المباراتين في افريقيا او مباراه السوبر نقدر نقول الحمد لله نسبه نجاح 100%. لكن ذكاء فايلر والجهاز المعاون مع المده الزمنيه اللي حصلت نجحت بنسبه كبيره. مده ال 40 يوم او الشهر في التوقف هتديك نسبه نجاح اكتر في المرحله الجايه، لان ضغط الماتشات هيكون اكتر، التعامل في المباريات هيكون اصعب،
الفكر ما بين السفر في المباريات الافريقيه مع المباريات المحليه، المساحه الزمنيه ليك هتكون اضيق واقل، فبالتالي عشان تشتغل على ده محتاج تشتغل فتره زمنيه عشان تجهز اللعيبه بدنيا وفنيا للمرحله اللي جايه. لذلك هو شايف ان هو كدوره كمدير فني ما ينفعش ياخد اجازه يومين ولا ثلاثه، رغم ده ممكن يكون متاح ليه حتى في فتره سابقه، حتى في فتره لما رايح الدوليين او في التمرين كان في حوالي 12 لعيب ما كانوش موجودين، كان ممكن ياخد اجازه يومين ثلاثه، لكن هو شايف ان لا بالعكس، حتى لو التمرين فيه 6 لعيبه هو يكون موجود بنفسه كقائد للمجموعه وكمدير فني يكون شغال مع المجموعه اللي موجوده حتى لو 6 او 7. وانا شفت ده بنفسي في ملعب التتش من حوالي 3 ايام، كان التمرين ما كانش فيه غير 7 8 لعيبه، كان موجود بنفسه مع الجهاز اللي معاه وبيشتغل على السبعه، بيشتغل جزء تخصصي على التدريب بتاع السبعه، ازاي في الباس، ازاي في التسديد، ازاي اللعب بلمسه واحده. الجزئيات الصغيره دي هي اللي بتكشف لي عقليه المدير الفني وفلسفته في النجاح مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. معسكر الامارات هيكون ان شاء الله معسكر ايجابي، بعد العوده من الامارات عنده شغل مع مجموعه اخرى هيحضرها للفتره القادمه، فبالتالي هو شايف الفتره دي مش فتره اجازات، لا بالعكس، فتره اعداد جديده بالنسبه للفريق في موسم جديد. انطلاقه افريقيه مع مباريات محليه، يا رب باذن الله كل هذا العمل يكلل بالنجاح مع ريني فايلر وجهازه المعاون، لان الجهاز بيشتغل بجزء مهم جدا تخصصي، سواء في الناحيه البدنيه، في ناحيه التغذيه، في ناحيه السكاوتنج وتحليل المباريات، حتى في العقليه وفي الفلسفه في التحضير النفسي اللي بيقوم بيه الجهاز مع اللاعبين، سواء في جلسات منفرده او في المحاضرات العمليه اللي بتتم في غرفه خلع الملابس. دي كانت جزئيه مهمه جدا تعليقا على اللي اتقال بالنسبه لتدريب النادي الاهلي. لا يتوقع هو محمود متولي ان شاء الله يكون جاهز في معسكر الامارات، ولما لا باذن الله حتى نشوف في مباراه وديه نطمئن على استعاده مستواه البدني والفني ان شاء الله في المرحله الجايه نتيجه الاصابه اللي تعرض لها في مباراه الزمالك منذ حوالي شهر تقريبا. طيب محمد محمود من اللعيبه مش هقول سيئه الحظ، لكن نصيبه ان هو يتعرض لرباط صليبي بعد الرباط الصليبي الاولاني اتعرض ليه في اول مشاركه ليه مع النادي الاهلي بعد دقائق من المشاركه، وبعد ما عاد ولعب مباراه وديه والكل اثنى عليه وشايف ان شاء الله هيكون انطلاقه قويه مع النادي الاهلي في الفتره القادمه، تعرض لاصابه اخرى في ملعب التتش. النهارده محمد محمود اجرى الجراحه في المانيا، قدامنا اهي صوره مع مدير اعماله الكابتن نادر شوقي، واطمئننا على حاله محمد من غير ما يجي لنا اي خبر. ليه؟ لان محمد النهارده كان ليه صوره على تويتر يمكن طمنت كل جمهور النادي الاهلي على الحاله النفسيه والمعنويه لمحمد محمود. زي ما انتم شايفين قدامنا اهي في الصوره دي صوره لاعب قايم من عمليه رباط صليبي هتخليه يبتعد عن الملاعب حوالي من 7 لـ9 شهور تانيين بعد ما كان بعيد لمده سنه فاتت نتيجه هذه الاصابه. اصابه زي دي ابعدته عن بطوله الامم الافريقيه للمنتخب الاول، تصفيات افريقيا المؤهله لدوره طوكيو اللي هتتلعب الشهر اللي جاي. نتمنى يا رب باذن الله يلحق التصفيات الافريقيه لما المنتخب ان شاء الله يتاهل لدوره طوكيو، ان هو ان شاء الله باذن الله يكون موجود معاهم، ويتمنى ان شاء الله ان هو يلحق البطوله الدوره الاولمبيه في طوكيو باذن الله. لكن الفكره ان الصوره زي دي، عارف انت وانت بتبدا يومك بتقول صباح الخير تشوف صوره زي دي، حاجه مبشره وحاجه نفسيه جميله جدا. وهو محمد من اللعيبه عندها الحمد لله يعني قلب طيب وقلب ابيض، فربنا يكرمه وان شاء الله يعني تكون هذه الاصابه محدش عارف الخير فين. لكن انا محتاج بالتاكيد اطمن على محمد محمود من خلال الكابتن نادر شوقي اللي موجود مع محمد، مش عايز اقول كل يوم، لا ده كل ساعه وكل دقيقه. كابتن نادر معانا من المانيا. كابتن نادر ازيك؟ انا بخير، ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ الله يخليك الحمد لله. طبعا انت موجود في المانيا مع محمد وما سبتوش لحظه من اول ما كلمك وقال لك انا عندي رباط صليبي، وعلى طول كان في اجراءات جاهزه للسفر، والنهارده عمل العمليه وخرج الحمد لله بصوره طيبه. الصوره بتدينا ايحاء الحمد لله ان محمد نفسيا كويس. الحمد لله، احنا وصلنا امبارح بالليل الساعه 11 ونص بالليل، جينا المستشفى الساعه 8 الصبح، دخل لوك العمليات الساعه 9، طلع 10 ونص وكان تمام الحمد لله، قبل ما فاق كان على 11 ونص كده، والدكتور جه طمنا والحمد لله هيطلع من المستشفى يوم الجمعه باذن الله، هيبتدي العلاج الطبيعي بتاعه يوم الجمعه بعد الظهر. فكره السفر بسرعه واجراء العمليه، وحتى الكابتن محمود الخطيب حتى في سياق هذا الموضوع كان امر بسرعه ان الموضوع يتم انهاء الاجراءات سريعا لاجراء العمليه لمحمد محمود خلال الساعات القليله الماضيه. الاجراءات تمت ازاي وحاله محمد كمان نفسيا دلوقتي معاك اخبارها ايه؟ بص يا فندم، مفيش حاجه تقدر تحصل غير بموافقه النادي الاهلي وبدعم
بدور النادي الاهلي، ومحمد محمود مش هيطلع من نفسه المانيا، خدنا الموافقه على طول بسرعه، وهو ساعدنا جدا طبعا كابتن الخطيب وكابتن سعد الحفيظ، واحنا يعني ما خدتش وقت، كان بيسال التليفون وهم وافقوا على طول وطلعنا، وحتى طمنتهم وكده، باشمهندس خالد مرتجي كلمني والجهاز الفني كلمني، فهم كلهم بيطمنوا على محمد محمود، فدي حاجه مش يعني مش 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 يعني حاجه طبيعيه جدا من النادي الاهلي، وحاجه دايما النادي الاهلي سباق في حاجه زي كده. اكيد اكيد. طيب الفريق الطبي النهارده كان موجود معاكم الصبح في المستشفى بعد اجراء العمليه الجراحيه، الحمد لله العمليه نجحت، الوضع ايه بالظبط عندك كابتن نادر؟ لا الوضع عندي ما فيش اي حاجه، هو زي ما قلت لك هيقعد 20 يوم هنا، 21 يوم تقريبا، هيرجع مصر يوم 20/11، هيتاهل هنا لمده 3 اسابيع، وبعد كده يرجع مصر مثلا اسبوعين، ويرجع تاني على المانيا، هيقعد شهرين هنا، يعني هيبتدي ياخد بقى الستبس اللي هو خدها قبل كده، هو اصلا عارف بسم الله ما شاء الله، يعني عارف كل حاجه، انت يعني المباراه تخش عليه وعارف هو هيعملوا ايه بالظبط، يعني هو حافظ خلاص، فاهم قصدي، ونفسيته كويسه وما عندوش اي مشاكل خالص، ربنا يكرمه يعني ويديله قد نيته الصراحه، لان حاجه محمد من الناس المحترمه جدا، والناس اللي ربنا شايف لهم خير ان شاء الله في الفتره اللي جايه دي، اكيد يعني ان هو شخصيه محترمه جدا وموهبه، اعتقد ان هي هتشوفه محمد محمود قاعد عامل ازاي ان شاء الله. يعني البرنامج اتحدد يا كابتن نادر على طول، يعني انت قلت لي هيقعد لغايه 20 نوفمبر وينزل القاهره، هيقعد فتره يعمل تاهيل ثم يرجع تاني، متحدد البرنامج لغايه ان شاء الله ما يكون جاهز للملعب. اه طبعا لازم كل حاجه تبقى جاهزه ومعروفه من دلوقتي عشان نعرف يعني هنتحرك ازاي، اكيد طبعا. طيب صوره محمد محمود الصبح الكل صحي وشاف صورته وهو بيعمل بايديه الاثنين، عايز اقول لك الصوره يمكن ادت تفاؤل وحماس لجمهور النادي الاهلي، يعني عارف انت لما لعيب يكون خارج من اصابه او عمليه بتبقى الحاله نفسها صعبه قوي، لكن صوره زي دي انت حتى اكيد كلامك مع محمد، يعني الصوره اللي كان عايز تصدرها للناس او الكلمه اللي عايز يقولها للناس من خلال هذه الصوره؟ هو قالها في الـ في الـ في الانستجرام، هو قال ان انا اقوى وهو سترونجر، يعني انا بقيت اقوى من الاول كمان، ودي حاجه تحسب له، يعني احنا دخلنا الاوضه بعد اوضه العمليات، دخلنا الاوضه قال لي صورني فصورته وكان بيضحك وبتاع، فانا ما كنتش متخيل ان هو هيعمل كده اصلا، لقيته مره واحده عامل كده، بس اتكلمت معاه بعد الصوره، قال لي انا هبقى اقوى وهبقى احسن وانا عارف نفسي وان شاء الله هرجع وما عنديش مشكله، فبس ما شاء الله ربنا مديله برده حاجه مش موجوده عند اي حد، فهمه في اللي جاي ان شاء الله. يعني ده حقيقي. انت تعرف محمد من فتره طويله وعارف شخصيته كويسه جدا، هو الفتره الحاليه لما بتعرض لكذا يعني رباط صليبي في الاول ورباط صليبي مره تانية، ودي بتبقى صعبه حتى على نفسيه اي لاعب، محمد وفي كلامه معاك بيشعر ده بسبب ايه او شايف ده ازاي؟ لا ما اتكلمناش حاجه زي كده، انا بقول لك اول ما حصل له اصابه في النادي الاهلي قال لي احجز احنا طالعين المانيا، حتى من غير ما نتاكد ان هو صديقي، فهو يعني عنده قناعه ان هي عايز يخلص بسرعه عشان يرجع بسرعه، يعني حتى ما اداليش فرصه، ما ادكش فرصه انا مش هستنى، انا هطلع المانيا. قال لك على طول جهز نفسك احنا طالعين المانيا. عارف عارف محمد هو هو عارف، يعني هو حاسس ان في حاجه، طبعا بني ادم نفسه بيفشل بنفسه اكتر من اي حد تاني، هو حاسس على طول، وحتى بعد ما جالي التاكيد من دكتور ايهاب علي والراجل في المانيا وطلعنا على طول، يعني ما خدتش بقول لك 48 ساعه طلعنا على طول. تمام. طيب الرباط الصليبي دلوقتي اعتقد اكتر من 6 شهور يا كابتن نادر، اعتقد المده طالت شويه. 8 شهور ان شاء الله، 8 شهور يكون موجود باذن الله، يحضر 8 شهور يحضر البري سيزون بتاع السنه الجايه باذن الله. باذن الله ان شاء الله. عايز ابلغك تحياتي وتحيات كل جمهور النادي الاهلي، وبلغ تحياتنا كمان لمحمد محمود، وان شاء الله الناس كلها مستنياه لما يرجع القاهره، واكيد اكيد ان شاء الله الفتره الجايه هتبقى احسن ليه، لان هو بيشتغل بشكل كويس، لكن ان شاء الله ربنا يكون مقدر له خير ان شاء الله في الفتره الجايه يا كابتن نادر. شكرا يا فندم، مشرف لي ان اكون مع حضرتك. شكرا. شكرا جزيلا كابتن نادر شوقي، مدير اعمال ووكيل اللاعب محمد محمود، ده نجم النادي الاهلي، واللي بيتمنى له يا رب باذن الله الشفاء خلال الفتره القادمه، زي ما كابتن نادر قال ان هو هيستمر في المانيا حتى يوم 20 نوفمبر، ان شاء الله هيبقى في فتره كده بيجهز فيها بعد العمليه الجراحيه، وبعد كده في مرحله ثانيه في العلاج والتاهيل لما يرجع القاهره باذن الله بعد يوم 20، ثم بقى باذن الله هيكون في اجراءات سفر ثانيه لاستمرار في التاهيل خلال الفتره الجايه، وزي ما قال كابتن نادر شوقي محمد محمود هيغيب لمدة 8 شهور، يعني بنتكلم إن شاء الله هيرجع على شهر 6 أو منتصف شهر 7 من العام القادم بإذن الله، إن شاء الله تكون آخر إصابة، لأن محمد من الشخصيات الجميلة، الشخصيات الطيبة، حتى البيت، الأسرة شخصية وبيت كله أهلاوي، فنتمنى له يا رب الشفاء خلال الفترة الجاية، وجمهور النادي الأهلي كان عمل لفتة طيبة جدا لما راح له عند البيت، ودي سمة
جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي ما بيتعامل مع لعيبته ما بيتعاملش لانها لعيبه النادي الاهلي وهو بيشجع النادي الاهلي، الجمهور بيتعامل مع اللعيبه ومع الكيان ان هو جزء من هذا الكيان، فاللعيبه والجمهور الاداره القطاعات كلها جوه النادي هي جزء من كيان واحد اللي هو كيان النادي الاهلي. فلما الجمهور يروح يزور لاعب او يرفع من روح المعنويه لاي لاعب بيبقى الهدف منه انه عايز يقول له انت جزء مني انا جزء منك، احنا الاثنين بنشجع مكان واحد هو النادي الاهلي، سواء انت كلاعب او انا كجمهور، انت دورك وانا دور ان انا اشجعك او اشجع النادي الاهلي. فالرسائل الايجابيه دي بتبقى ليها دور كبير جدا في الحاله النفسيه حتى لكل اللاعبين لما بيتعرضوا سواء اصابه او اي ظروف ما اثناء المشاركه مع النادي الاهلي. طيب كابتن سيد الحفيظ مدير الكره كان اتكلم على موعد السفر الامارات ومصير الوديات. كابتن سيد حتى احنا قلنا ده في بدايه الحديث ان البعثه هتسافر ان شاء الله يوم الخميس، وهيكون احتمال في مباراه وديه وفي اتصالات وتنسيق مستمر للاتفاق على هذه المباراه ان شاء الله خلال وجود الفريق في المعسكر وقبل ختام المعسكر يوم الاربعاء القادم. ريني فايلر قدر الامكان هيحاول يحقق اقصى استفاده ممكنه خلال فتره التوقف من خلال تقسيم فتره الاعداد الى مرحلتين. طيب خبر تاني معايا مهم جدا، وده اللي كنت بتكلم فيه بقى على دور جمهور النادي الاهلي او العلاقه ما بين جماهير النادي الاهلي مع كل قطاعات النادي او حتى لاعبي الفريق الاول. معانا خبر، هو الخبر مش محتاج يتقري لكن محتاج نفسيا انت تحس بيه وتعرف قيمته. بمعنى كلنا كنا عارفين ان في حادث حصل لاحد مشجعي النادي الاهلي محمد سمير حماصه، ده كان تعرض لحادث اليم ادى الى بتر قدميه الاثنين، كان في مباراه النادي الاهلي مع اطلع بره بطل جنوب السودان في برج العرب في الاسكندريه، وهو راجع اتعرض لحادث في القطر ادى الى بتر قدميه عقب مباراه النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. النهارده محمد سمير حماصه النهارده كان موجود في ملعب مختار التتش بالجزيره. زي ما انتم شايفين في الصور الجهاز الفني واللاعبين كلهم حرصوا على استقباله في ملعب مختار التتش على مهامش المران الجماعي للفريق. ريني فايلر المدير الفني قام حتى بمصافحه المشجع والتقط الصور التذكاريه للشد من ازره ووعده بالعمل بقوه لمواصله الانتصارات في كافه البطولات المحليه والقاريه لاسعاد جماهير النادي الاهلي وتلبيه كافه طموحاتهم. كل اللاعبين والجهاز الاداري نزلوا حتى اتصوروا معاه وسلموا عليه، والكابتن سيد الحفيظ زي ما انتم شايفين في الصوره اهداله القميص الخاص بالنادي الاهلي هديه من النادي الاهلي لمشجع النادي. طبعا مجلس اداره النادي واعضاء منه كانوا حرصوا حتى على زياره محمد سمير خلال الفترة القليلة الماضية، ظروف المستشفى وظروف البيت للاطمئنان عليه. لكن الفكرة زي ما قلت لكم من خلال هذه الصور والحالة النفسية الطيبة اللي ظهر حتى على ملامح محمد سمير، زي ما قلت لكم والله الفكرة مش في جماهير بتشجع نادي، لا، دايما جمهور النادي الأهلي جزء من كيان النادي الأهلي، ودايما جماهير النادي الأهلي عنصر أساسي ورئيسي في كافة النجاحات اللي بيحققها النادي الأهلي. والنادي الاهلي كلنا بنأكد هذه المقوله، النادي الاهلي ملك لمن صنعوه ومن صنعوه هم مشجعوه. النادي الاهلي من غير جمهوره زيه زي اي نادي، لكن جمهور النادي الاهلي دايما هو اللي بيدي الباور وبيدي الحماس للنادي الاهلي. والجماهير لما بتبقى عايزه تكون جزء من الكيان في مواقف كتيره جدا بتبان هذه المساله وهذه الجزئيه. جمهور النادي الاهلي جزء من الكيان في ايه؟ ان في جمهور بيروح يشجع فرقته في الملعب وخلاص. لكن لا، الفكره اتطورت في سنوات سابقه ومواقف كتير وامثله كتير قوي ان لا، في علاقه ما بين الجمهور والنادي في كل شيء. لا قدر الله بيكون في حادث، اعضاء مجلس الاداره والاداره التنفيذيه وقطاع فريق كره القدم وكل اللاعبين بيكونوا مع هذا المشجع او مع هذه العائله وهذه الاسره في المصاب اللي بيتعرض له ليه. لما بيكون في مناسبه جيده للاحتفال مع الجماهير بيحصل، وده ان دل على شيء بيدل على العلاقه الطيبه ما بين النادي الاهلي وجمهوره. وزي ما قلت لكم الفكره ان الجمهور مش بيشجع النادي الاهلي لمجرد التشجيع، لا، جمهور النادي الاهلي بيشجع النادي لانه جزء من هذا الكيان، وده سر انتصارات النادي الاهلي وسر النجاح اللي موجود في النادي الاهلي عن اي نادي في العالم. كل نجوم النادي الاهلي سواء اللي لعبوا او اللي اعتزلوا لما طلعوا اتكلموا عن جمهور النادي الاهلي اشاروا لهذه الجزئيه. قال لك الجمهور لما بيشجعنا مش بيشجع الاهلي عشان النادي الاهلي، لا، بيشجع النادي الاهلي ان هو عارف ان النادي الاهلي ده جزء منه، فبيشجع حته منه. ده جزئيه بتختلف عن فكره التشجيع بشكل عام. انت هنا بتتكلم بقى في جزئيه ان الجمهور ده بيتعامل مع النادي وكان النادي ده جزء منه، وهو فعلا جزء منه، حته منه، مكان بينتمي ليه، زي بيته بالظبط. البيت ده بيحافظ عليه، ازاي ينجحه، ازاي يخليه دايما في مرتبه كويسه. النادي وجمهوره بيتعاملوا على هذا الاساس.
فدايما يا رب النادي الاهلي يكون هو وجمهوره على قلب رجل واحد في الفتره اللي جايه، ونتمنى يا رب مثل هذه الصور ما تتكررش تاني، لا تتكرر بس في مناسبات احسن، وما يكونش فيه اي مصاب او اي اصابه او اي حادث يا رب لاي حد من جمهور النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، ويكون كل الصور وكل المناسبات تكون مناسبات سعيده، ويكون الهدف اللي بيجمعنا في النهايه النادي ينجح ويحقق كل البطولات اللي بالتاكيد بتلبي كل الطموحات لجماهيرنا العظيمه اللي موجوده في كل مكان، واللي بتحس بانتمائها لما بتكون موجود سواء في مصر او حتى خارج مصر، لما بتلعب مع منافس سواء خارج مصر في اي دوله بتلاقي جمهور النادي الاهلي هو السمه الغالبه والمساحه الاكبر من التشجيع في هذا المدرج، فبيتبان هنا بقى قيمه النادي الاهلي وجمهوره، وحتى الدول الاخرى ومشجعين الانديه الاخرى بيحسوا هنا بقى بعظمه النادي الاهلي من خلال هذا الجمهور اللي بيسافر اميال او حتى لما بيكون متغرب وموجود بره بيكون حريص على انه يكون موجود في ظهر النادي الاهلي سواء في الملعب او حتى في الاوتيل، ودايما يا رب كده جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في الفتره الجايه يكون خلف الكيان وخلف النادي الاهلي في كل المناسبات القادمه. اكتفي بهذا القدر، وبعد الفاصل الكابتن لطفي نسيم المدير الفني السابق لمنتخب بروندي في فقره خاصه وفقره فنيه مهمه جدا، وهنتكلم ايضا كمان عن تكريمه من منظمه حقوق الانسان عن دوره في القاره الافريقيه خلال الفتره الماضيه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل الكابتن لطفي نسيم ضيفا في الفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم مجددا، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله، وزي ما قلت لكم فقره مهمه جدا، هنتكلم في تفاصيل وهندخل بقى اكتر في ادغال القاره الافريقيه، وازاي المدربين المصريين في فترات سابقه كان لهم دور كبير جدا مع المنتخبات الافريقيه في التطوير والتحضير للتطور اللي حصل في المنتخبات الافريقيه في الفتره الاخيره، من ابرزهم حتى منتخب بروندي. معي ومعكم الكابتن لطفي نسيم نجم نادي المقاولين العرب السابق والمدير الفني لنادي المقاولين في فتره من 2002 ل 2004، وسبق ليه حتى تدريب منتخب بروندي، وده الجزء الاساسي هنتكلم عليه في الكره الافريقيه والتطوير اللي حصل في بعض المنتخبات في الكره الافريقيه في فتره سابقه. كابتن لطفي منور الدنيا واهلا بيك. اهلا بيك استاذ محمد، وانا سعيد بلقائي مع حضرتك، واسعد بان انا بلتقي في قناه الاهلي العملاقه للبث المباشر للنادي العملاق، وبستنتهز المناسبه دي وبدعو لله الشفاء للكابتن محمود الخطيب اسطوره الكره المصريه في مصر. ربنا يخليك يا كابتن لطفي، ودايما موفق ان شاء الله، وفرصه طيبه هتكلم معاك بقى عن دورك في القاره الافريقيه فترات سابقه، وهذا الدور يمكن ظهر اكتر من منظمه حقوق الانسان لما حبت تكرم بعض الشخصيات ودورها الرياضي حتى في القاره الافريقيه. عايز اتكلم معاك عن التكريم، اولا التكريم جه ازاي؟ تلقيت الخبر او الاتصال ازاي؟ والتكريم حتى واثر التكريم ده عليك لما كنت موجود في المنظمه وانت بتتكرم عن هذا الموضوع وانت ليك دور في القاره الافريقيه ومع منتخب بروندي في فترات سابقه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا انا اشتغلت فتره كتيره في افريقيا وكان ليا انجازات كبيره برضك الحمد لله، ان بروندي اول مره في تاريخها تلعب نهائيات كاس افريقيا في جنوب افريقيا 2014 وانا كنت المدير الفني للشباب والاول. التكريم بيحصل ان هو برضك بيحاولوا ان هم الاتصال بالناس اللي كان ليهم حضور وانجازات في القاره الافريقيه. دي شهاده تقدير صح؟ دي شهاده تقدير، ان هم اشكرهم جدا ان هم يعني يقدروا يكرمونا في مناسبه سعيده وانا بسعد بيها قوي. ودي بتفكرني بحاجه برضك، لما كنت في سلطنه عمان كان ليا الشرف ان انا اخد اوسكار افضل مدرب على جميع الالعاب سنتين. على جميع؟ جميع الالعاب المدربين 173 مدرب. تمام. وكنت بتشرف في فتره معينه ان انا كان الكابتن فتحي نصير استاذي ومعلمي في الفتره دي، فالتكريم دوت انت عارف حضرتك يعني بيدي طاقه ايجابيه للانسان ان هو لسه الناس فاكراه. ودي حاجه طيبه جدا من جمعيه شؤون الانسان، وبشكر كل المسؤولين فيها، ودي حاجه يعني انا كنت سعيد بيها قوي 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 قوي، لان التقيت بمجموعه كبيره من الاصدقاء ومجموعه كبيره من اهل الفن واهل السياسه، وكل الطوائف كانت مكرمه في اليوم دوت، فانا سعيد بالتكريم دوت، وده يعني اخر حاجه تكريم ليا كان في الفتره اللي فاتت الاسبوعين اللي فاتت دي. فتره عملك في افريقيا كانت اي فتره زمنيه؟ هو حضرتك انا جت يعني ظروف قصه غريبه جدا، انا كنت مرشح امسك منتخب الشباب
في فتره 2006 2007. كان الكابتن سياجي فشاف السي في بتاعي، لطف السي في بتاعي كويس جدا جدا جدا، فانا هقدمه في الكوميتي بتاع الاتحاد الكوره. فشاهد الظروف كان هم مختارين اخ وصديق ومدرب عظيم وكان لعيب عظيم الكابتن اسماعيل يوسف. فقال طب لطفي عشان خاطر هو مدرب كويس وكفاءه، احنا جايين جواب من الخارجيه عن طريق السفاره البرونديه، عايزين مدرب المنتخب الاول والشباب. فروحت هناك كانت 2006 2007. رحت هناك الحمد لله عملت شغل كويس، وبعدين حصل لي ظروف رجعت، وبعدين اتجهت للسودان قعدت سنه عن طريق كابتن محمد كابتن شطه. وبعدين طلبوني تاني في مناسبه كانت ظريفه جدا، ان هم كانوا بيلعبوا انبي في الكونفدراليه، فرقه من عمان من بروندي. المهم جانا رئيس البعثه فاللعيبه بتسلم عليا، رحت لهم في المقر بتاع الفندق الشرطه اللي هو فندق الاقامه. فكان المساعد بتاعهم، كان المساعد بتاعي هو المدرب بتاع ليديا اكاديمي دي، كان بتلعب في الكونفدراليه. فرئيس البعثه شافني، وهو بالمناسبه هو رئيس الكونجرس هناك، فبيسلموا على اللعيبه فقالوا لهم مين دوت؟ قالوا لهم ده لطفي نسيم. قال له لطفي نسيم ده رئيس الجمهوريه بيحبه جدا، طب قول له عايز يرجع تاني. فرجعت تاني قعدت 4 سنين تانيين. كانت فتره طبعا جميله جدا جدا، قدرت ان انا اشتغل، لان هناك حضرتك يا استاذ محمد مش زي هنا. هنا يعني انا بقول للعيبه الموجوده في مصر دول في هنا. في هنا. في هنا. ليه هناك ايه الاخبار؟ ما فيش ملاعب كويسه، مفيش امكانيات، مفيش امكانيات. بس برضك احنا كمصريين، مش انا بس، في ناس كتيره سبقونا برضك ليهم افضال كتيره علينا وعلى القاره الافريقيه، اشتغلت معاهم شغل مفيش مدرب منتخب في العالم يعمله. انا كنت بدرب في ايام الاسبوع يومين كمان، لان المستوى بتاع الاخوه المدربين هناك مش هيرفع المستوى. فروحت كان في 2 لعيبه بيلعبوا في تنزانيا، قعدت معاهم فتره، اشتغلت معاهم تمرين يومين في الاسبوع ومعسكرات، وهنا وهنا معسكرات داخليه، ما اقدرش اعمل معسكر خارجي ولا اعمل ماتش ودي خارجي لظروف الامكانيات. المهم ربنا كرمنا وطلعنا لعيبه، لعبت انا في هناك بقى بطوله اسمها ثقافه. ايه الثقافه دي؟ مصطلح معين، اللي هم 7 فرق بتوع حوض، 9 فرق بتوع حوض النيل، ومفروض كانت تبقى مواس. ف دوره الثقافه، ثقافه بتتعمل في اثيوبيا، بتتعمل في كينيا، بتتعمل هنا وهنا وهنا. فكانت ليها معاهم باع كبير قوي قوي، قدرنا ان احنا نعمل نتائج كويسه. وبعدين اخر فتره 2014 الحمد لله ربنا قدرني، كان معايا ماتش مع كينيا اللي هنلعبها دي، وقدرت اتغلب عليهم عندنا وهناك. واخر ماتش يحدد معايا مع منتخب السودان، فكانت صعبه بالنسبه لي ان منتخب عربي برضك، وقدرت ان انا اصعد ببروندي لنهائيات كاس افريقيا 2014 في جنوب افريقيا. مش دي المره الاولانيه دخلوا فيها، المره دي ده قبل كده دخلوا معايا 2013 14 بطوله الامم الافريقيه اللي اتنظمت في مصر، لا اللي زال في جنوب افريقيا، لا ما اقصدش اللي هي بطوله المنتخبات الكبيره، كبير في الاول 2013 جنوب افريقيا اللي هي نظمتها مكان ليبيا. لا دي حضرتك اصلها دي للمحليين اللي هي الوزاره المحليين. ما انا ماسك المنتخب الاول والاولمبي والشباب الثلاثة. والاول كنت طالع من الصندوق المصري للتعاون الافريقي كخبير من مصر، المرتب بتاعي من القاهره من مصر، لكن بعد كده تعاقد شخصي مع وزاره الشباب، وكان يعني الحمد لله كان الناس بيقدروا قيمه الانسان اللي بيقدر ينتج يعني. رحت هناك كان في 2 مشيت من عندهم، عندي 32 لعيب محترف بره. 32 لعيب محترف بره، خرجت لعيبه يعني ظهر. يعني كان هناك الرئاسه كانت تتكلم تقول لك نسيم ده دخل قومي للبلد. وطبعا بقى يعني حصل بعض حاجات سياسيه كمشاكل مع بعضهم، فما قدرتش اقعد ورجع. فدي كانت بالرحله بالنسبه لي. لكن انا كرحلتي يعني تاريخ كبير قوي يعني بالنسبه لي انا. يعني انا كنت لعيب من اشبال نادي الزمالك 18 لغايه الفريق الاول 2، وبعدين لعبت نادي الطيران كان في الدوري الممتاز، واول لاعب يحترف في الامارات سنه 1985. استاذ محمد الامارات دي يعني الواحد لازم يرفع لها القبعه طبعا. انا كنت عشان اشوط كوره يعني كنت انا والكابتن مشير عثمان بس اللي كنا هناك، اعمل الترابه كده والحجر كده عشان اشوط الكوره. ما شاء الله الوقت شفت قدمه ازاي وبقت حاجات على مستوى عالي. هم الناس تقول لك احنا اتعلمنا من المصريين، وهم المعلم والمدرس الاول هو المصري. فما شاء الله تطور وتطور. فكان ليا الشرف ان انا اكون من بدايات اللعيبه المحترفه هناك،
وفي نفس الوقت لما طلعت حضرتك بقى جيت من الامارات عشان ارجع نادي الطيران تاني، كان المرحوم استاذنا الله رحمه الله عليه الكابتن فؤاد صدقي ومعاه الكابتن عبد المنعم الحاج والمرحوم الكابتن ابراهيم الوحش، جايه بدايه المقاولين العرب بقى. يعني انا اول لعيب جه نادي المقاولين العرب وكنت بلعب في الفيرست ديفيجن دوري الممتاز، هم لعبنا والحمد لله طلعنا ممتاز. فانا جت لي اصابه في رجلي كروشيه نجمه رباط صليبي، وبتمنى للاعب محمود ان شاء الله بالشفاء العاجل وهيطلع ويبقى زي الفل ان هو صغير. فعملت كذا، كانت ساعتها بقى الكروشيه نجمه دي رباط صليبي دي كانت صعبه جدا. طبعا دلوقتي غير زمان. طلعت رحت لندن 3 مرات وعلاج وبتاع، لكن ما قدرتش العب. فاتجهت للتدريب. انت عارف حضرتك لما يكون واحد عنده 24 سنه وانا كنت مرشح العب منتخب مصر، ويعني كان ليا برضك بالنسبه للفتره دي كانت نجوم كبيره قوي احنا لازم ما نقدرش نقف جنبيهم. يعني مثلا كابتن محمود الخطيب ده انا واحد من الناس لا شفت ولا هشوف لعيب في الدنيا زيه، ربنا يديله الصحه ويشفيه. امين. ولعيبه كتيره الله يرحمه كابتن الشاذلي ومجموعه يعني كانت في حاجات كتيره في الكوره حلوه. فالمهم الحمد لله رحت جت من بره فبعتوا لي ان انا اروح العب في نادي المقاولين العرب، كان لسه درجة ثالثة. فأنا جاي من ممتاز ألعب درجة ثالثة، فهم أغروني بفلوس شوية كده، يعني أنا أكثر لعيب خد فلوس وقت الجنيه جنيه. تمام. من المقاولين العرب. بديت جبنا بقى مجموعة كبيرة، كابتن سعيد الشيشيني وكابتن مجدي مصطفى وكابتن زمزم، وعملنا فرقة هوب هوب هوب، طلعنا الدوري الممتاز. لما جيت اتكسرت بطل، فبدأت التدريب. بدأت بدري كده. 24 سنة ونص مبطل. فبدأت التدريب بقى عايز اعمل حاجه ان انا اعوض الفتره اللي انا ما لعبتش فيها دي، وكنت لسه في عنفوان شباب. اهتميت بقى، ودي مهمه جدا جدا، ان المدرب لازم يطور نفسه بكل شيء، لان التدريب ده مش فهلوه، بياخدوا فيه دكتوراه يا استاذ محمد. ادم بياخد فيه دكتوراه يبقى وصل لمعالي اعلى حاجه في العلم. تمام. مش موضوع فهلوه ولا حاجات زي كده، علم، علم كبير. درست علوم كتيره منهم المنتنتري التدريب العقلي على خبير روسي، فابتدت اتطور نفسي. وبعدين شويه بشويه مستر مايكل بيشوفني كان بيعمل محاضره كده مع المدربين، فبيسالني بيسال اسئله، فانا رديت سؤال على بساله سؤال، فسؤال مهم جدا، فهو قال لك انا عايز واحد مساعد معايا. الاداره والكابتن جمال العاد مرشحيني، وهو ما يعرفنيش كاسم. كابتن جمال عقد وقتها كان مدير كوره في المنطقه. هو لعب معايا. يعني انا اقول لحضرتك على حاجه، ربنا يديله الصحه، من انجح مديرين كوره في العالم. كانت شخصيه منظمه فعلا، اتعاملت معاها على المستوى وعمل انجازات. وهو من الناس اللي هي ليها انجازات في المقاولين العرب، يعني هو كلاعب وبعدين بقى مدير كوره مع الكابتن فؤاد، وبعدين شغل مع مستر مايكل. فوصلنا لمرحله ان احنا ابقى مدرب، ثقلت نفسي بدراسات هنا ودراسات هنا. انا مره حضرتك انا ليا تاريخ في عمان برضك. خدت دراسات بره مصر؟ طبعا. فين؟ في لندن. وفي واحده تابعة الاتحاد العربي كانت في الغردقه هنا، وانا رحت بولندا وروسيا. يعني انا بولندا وروسيا، ورحت بعد ما خدت بطوله في عمان، كانت المكافاه بتاعتي رئيس النادي قال لي عايز مكافاتك ايه؟ قلت له اعمل دوره في الخارج بولندا. عملت معايشة شهر مع اياكس امستردام فريق الشباب، اقوى قطاعات الناشئين في اوروبا وفي العالم كلها اياكس. يا استاذ محمد، يعني منظومة لازم تحترمها، يعني اتعلمنا منهم حاجات، وتعلمنا من اخوة المدربين كبار قوي قوي في مصر اوروبا وهولندا بالذات. كنا في اعمال معسكر في حته اسمها روتردام، واياكس تحديدا. لا انا كنت قاعد في اياكس امستردام كان بيتمرن هناك. بقول لحضرتك كابتن اتفرج على كومان وبستن وورد، مجموعة مش ممكن، عارف مكنة. وبعدين بقى دراسات في مصر هنا لغاية ما آخر حاجة دراسات خدتها اللايسنس إيه، وبقيت أثقف نفسي وأقرأ وأعمل. والحمد لله رحت عمان، سلطنة عمان اشتغلت فيها 7-8 سنين، وبالمناسبة كان ليا الشرف إن يكون كابتن شوقي غريب كان لعيب عندي في سلطنة عمان. وكان ساعتها الكابتن طاهر أبو زيد بيلعب مع الكابتن فتحي في نادي صحار وأيمن منصور، وهو مجموعة كبيرة قوي قوي. فكنت بدرب اول ما رحت بعد المنتخب مع كابتن فتحي، ده استاذي الاول والاخير، دربت النادي الاهلي هناك. النادي الاهلي برضك زي النادي الاهلي هنا برضك، يعني في كل حته الاهلي اسم كبير، بكت الفتره دي يعني مستواه مش هو. المهم اشتغلت معاهم، ربنا كرمني خدت الكاس، لان الكاس بيبدا الاول هناك، كاس صاحب الجلاله هو سلطان قابوس. وبعدين خدت تاني دوري،
حصل مشكلة يعني كده، مش في راتب ولا حاجة يعني، عايزين يجيبوا مدرب تاني أجنبي، هم محرجين. فروحت نادي مرباط سكند ديفيجن درجة تانية. كان معايا بقى بصراحة يعني كان لعيب مميز جدا الكابتن شوقي غريب وكابتن أحمد صفا. دي صورة مع نادي المقاولين. دي نادي المقاولين، أنا مدير فني، وكان معايا دكتور زمزم مساعد ليا من الناس المحترمة، مجموعة أحمد صابر وكده. هو أقصى واحد كابتن زمزم اللي على اليسار. وأنا تاني قلعت إيدي كده. فحضرتك ده برضك من الجيل التاني بقى اللي هم بتاع الجيل الأولاني. أنا بالمناسبة يعني أنا مرنت بعض اللعيبة يعني، مرنت كابتن سعيد الشيشيني. دي وأنتوا لعيبة صح؟ أنا مدرب. دي انا مدرب، ده انا كنت مساعد دكتور محمود ابو العينين رحمه الله عليه في ال 21 سنه بقى، كان معانا علي شحاته ومرضوان ومحمد يونس والمجموعه دي. دي انا صاحب الجلاله سلطان قابوس لما كنت طلعت تاني كاس وانا في درجه تانية. تاني كاس اول مره تحصل على مستوى الخليج. فاينل كاس وانت في درجه تانية. وخدت الدوري اللي هو صعود للدوري الممتاز. طب ما تيجي نرجع لعمان كده بسرعه. ده وانا كنت مع منتخب بروندي. طب قبل بروندي، لان معانا تليفون عايز ترجع الذكريات بقى والشغل في عمان ومسقط تحديدا. قول الو كده جرب. الو الو كابتن فتحي، ازاي حضرتك؟ الله، انت عرفت منين ده؟ من الو. ازاي يا كابتن فتحي؟ ازاي يا كابتن لطفي؟ استاذي ومعلمي وخيرك عليا يا كابتن. ده انا يعني الله يخليك. لا يا كابتن، اتعلمت منك حاجات كتيره يعني. التدريب ده طبعا حاجه تانية، الاخلاق والاحترام والادب والنظام. فاكر يا كابتن ما نيجي من السفريه وتقعد تقول لي لا لازم نرتب الحاجه قبل ما ننام؟ الله 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 الله. طب نور القناه يا كابتن لطفي، ومعاك واحد يعني بيلاعب اي حد يقعد قدامه يعني. الله يخليك يا كابتن فتحي، تسلم يا رب. الله يخليك. لا والله محمد من الناس المحترمين يعني، القدام قدمهم للاعلام المصري المحترم يعني. الحمد لله الحمد لله. كابتن فتحي نصير يعني، انا مش هقول بقى المدير الفني لمنتخب عمان فقط، لا ده المحاضر الدولي اللي ليه دور كبير جدا على كل المدربين في قاره افريقيا. الاتحاد الافريقي بيستعين بيه، الاتحاد الدولي بيستعين بيه، فقيمه وقامه كبيره جدا بالنسبه لنا في النادي الاهلي وفي الكره المصريه يا كابتن فتحي بصراحه يعني. النهارده هنسترجع ذكريات مع الكابتن لطفي نسيم، وفترات كانت مميزه حتى مع منتخب عمان. الو ايوه معاك اتفضل يا كابتن. لا الحقيقه يعني انت معاك واحد من الناس اللي فعلا دخلوا مجال التدريب، ما دخلش بباراشوت، هو بدا التدريب من اوله، وبدا التدريب على مستوى عالي سواء مع نادي المقاولين مع مدربين كبار يعني. دول المدربين اللي هم بيتلمذوا مع، زي ما تكون انت بتشتغل فرشه ولازم يكون لك صنايع كبير فانت بتكبر، لكن في واحد بيخش باراشوت على طول كده يقول لك انا بقيت كل حاجه. فالكابتن لطفي الحقيقه بدا حياته يعني فعلا بالطريق الصح اللي هو المفروض ما يجب ان يكون المدرب، من حيث ان هو بيكتسب خبرته من ناس اكبر منه في نادي المقاولين مع مدربين اجانب لغايه ما وصل الفريق الاول. ودي يمكن اللي خلته ان هو يسافر سلطنة عمان، ومش مسافر هو لا هو اهلي ولا زمالك، بالعكس ده مسافر مع اساطير كرة القدم يعني. كان معانا انا افتكر في سلطنة عمان كابتن شوقي عبد الشافي، كابتن علي بجريشه، كابتن شاذلي يعني، كابتن محمد ابو العز، دول الناس اللي هم من الصف الاول من المدربين. ان هو كابتن لطفي يبقى وسط المجموعه دي كلها أكيد هو يعني كان متميز ويستحق إن هو يكون في هذا المكان. فالنهاردة هو طبعا مشرف القناة عندنا، وأنا زي ما بغروش يعني، أنا حتى لو ما نشوف القناة النهاردة لكن لازم تشوف محمد سعيد يقول إيه. طيب لقيته جايب الكابتن لطفي بقى يعني تلميذك يا كابتن، أهم حاجة إنها تلميذك أنت يا كابتن. الله يخليك. لا استغفر الله، العلم ملوش كده، بس أنت إنسان عامل زي السفنجه بصراحه، عامل تشوف اي معلومات وتسال وتاخد وتدي وكده لغايه ما تاخد المعلومات وتوقف وتحاول وتطبق وكده في حاجه تفرح يعني الحقيقه. طب المواقف اللي حصلت يا كابتن فتحي وانتم مع بعض في الجهاز، حضرتك كمدير فني وكابتن لطفي مساعد معاك في الجهاز، مواقف سواء في الملعب او حتى في المعسكرات يعني، كان ايه اللي بيحصل او الوضع كان بيبقى عامل ازاي؟ لا مش بيحصل، شوف طالما في نظام يحصل كل نجاح يعني، بنجاح بين الاثنين، المهم المنظومه كلها تبقى هي يعني. انا لما رحت كان ممكن اجيب اي حد مثلا
من عندنا من النادي من الاهلي او اجيب حد من النجوم اللي هو كبار. لكن هو الكابتن لطفي فرض نفسه، لان انا كنت بعدي دراسات المدربين هنا في مصر قبل الكلام ده في التمرينات، وكان مع هيدر جوت وكده، فاثبت وجوده، فحسيت انه فعلا كان في الاول كان مشروع مدرب، لغايه ما بقى مدرب كبير دلوقتي ولف افريقيا، ويعني عمل شغل جامد وربنا يوفقه، واصبح دلوقتي من اساطير كره القدم في المقاولين العرب. فدي حاجه تفرحنا وحاجه تطمن ان مصر فيها كفاءات وقيمه مدربين كبار، بس للاسف ما بنعرفش نستفيد بيهم صح. يعني كابتن لطفي كان لابد ان يستفاد منه من خلال النادي او من خلال البلد او من خلال الانديه احسن من يعني من اللي انا شايفه دلوقتي. يعني هو المعلومات اللي عنده والخبرات اللي عنده لابد انها تنعكس على اللي اقل منه سنا، اللي اقل منه كفاءه او كده فالمهم، لكن هذه الحياه ربنا يوفقه، وربنا يوفقه كمان ان يعرف يكمل مع محمد سعيد حلقه، لانه محمد يعني انا بقول اللي قاعد قدامك ده كابتن لطفي ده محاضر ومراوغ ما شاء الله عليك حاجه ما شاء الله يعني. الله يخليك كابتن فتحي، انا مش عارف اسالك كده سؤال تاني خلاص. الله يا كابتن فتحي، ده انت ايام حضرتك صعبه على ابو حميده صح؟ لا خالص والله. طب بدورك بقى كمحاضر، وفكره المحاضر دي بتبقى سهله، يعني المحاضر ده تخطى فكره المدير الفني، لان هو بيدي دورات وبيثقف كل المدربين الجدد في الفتره اللي جايه. الكره المصريه محتاجه ايه يا كابتن فتحي الفتره اللي جايه؟ يعني عندنا خبرات في افريقيا، كابتن لطفي نسيم اشتغل في افريقيا واشتغل مع منتخب بروندي وكان خيره سفير للكره المصريه، وحتى الكره الاوروبيه او المدربين في اوروبا ابتدوا يعملوا ده دلوقتي مؤخرا، لكن مصر كانت سبقت في ده من سنين طويله. لكن دورك بقى كمحاضر دولي، ايه الرساله او ايه الفكره اللي ممكن من خلالك تتقال لكل القائمين على الكره في مصر عشان نبقى عندنا كوادر يستفيدوا من خلال خبراتكم، سواء اللي اشتغل في افريقيا او حتى كمحاضر دولي كبير زيك يا كابتن فتحي؟ اهم حاجه يا ابو كباشن، اهم حاجه ودايما اقولها العلم والخبره. العلم والخبره يكسبوا اي حاجه. من ايه؟ يعني يكسبوا الصداقات والعلاقات والتربطات. فاحنا الكره المصريه اديرت في فتره من الفترات وكل في مدربين كفاءات كويسه لكن كانت الصداقات والعلاقات والتربطات لها دور في ان في مدربين يعملوا في المجال تمام يسبقوا زمايلهم اللي هم احق اصحاب الخبره والعلم. فيا ريت يعني القادم يعني ايه تنقلب شويه او الوضع يتقلب شويه ونفكر في العلم والخبره، لان بالعلم والخبره ممكن نقدر نفيد كتير. اللاعب هيستفيد والمدرب الصغير هيستفيد، لكن لما انت ما تهتمش بالعلم والخبره وتهتم باصحاب الثقه والصداقات والعلاقات دي ما بتاكلش عيش في الكوره دلوقتي، وثق انها ما بتعيش كتير، لكن صاحب العلم وصاحب الخبره هو المدرب اللي بيعيش كتير. اكيد اكيد. كابتن فتحي نصير المحاضر الدولي والافريقي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وذكريات طيبه وفتره كانت ممتازه مع الكابتن او كابتن لطفي نسيم، كنت مع بعض في منتخب عمان فتره كانت مميزه، وكل التوفيق ليك يا رب، ونلتقي بك على خير يا رب خلال الفتره القادمه. ربنا يديله الصحه يا رب. استرجعت ذكريات ولو بسيطه حتى من فتره عمل سابقه. انا كابتن فتحي يعني حضرتك يعني بجد بجد موسعه في كل حاجه. يعني احنا كنا قاعدين في عمان في فيلا مع بعض عائليا. يعلمك النظام، يعني انا الحمد لله يعني ايه منظم، لكن مع كابتن فتحي ده عارف انت حضرتك السيف كده اهو، بالميعاد ننزل ملعب بالميعاد، الحاجات نحضرها، ننزل قبل اللعيبه نعمل كذا وكذا وكذا وكذا. انا كنت لسه في بدايه العمل التدريبي اتعلمت منه الحاجات دي كلها. بعدين في الملعب صبور جدا، علاقته مع المجتمع كله ودي مهمه جدا. يعني احنا بشوف ناس يعني ايه زي المدرس حصه وياخد بعضه ويمشي، لا ده الكابتن بعد التمرين وقبل التمرين ويقعد مع ده. فبرضك كانت احنا مع استاذي الكبير ومجموعه كبيره من اخوه المدربين، برضك احنا معفوا في الكلمه احنا اللي عملنا الكوره في سلطنه عمان. احنا كانوا جم رؤساء الاتحاد، يا جماعه احنا ما نعرفش حاجه، انتوا مصر، انتوا المصريين،
اعملوا اللي انت عايزينه. وكان ساعتها الله يرحمه الحاج مصطفى كامل كان خبير في وزارة الشباب، هو اللي قدر يجمعنا بالمجموعة دي كلها وعملنا شغل جامد قوي. احنا كان الكابتن فتحي ماسكين الفريق الاول وبندور في المدارس نعمل دور مدارس عشان نجيب لعيبة، ما دي الحاجات دي نتعلمها. فعملنا دورة وعملنا كذا وكذا وكذا، سلطنة عمان خدت دورة الخليج احنا اللي عملناها، كابتن فتحي وكابتن علي ابو جريشه صنعتوا الكوره هناك. ناس قالوا لنا كده احنا ما نعرفش حاجه، انتوا مصر، انتوا مصريين. فعملناها ما شاء الله عليهم الوقت بتقدموا ملاعب على مستوى عالي، بس هم كانوا يوفروا لك امكانيات وانت بتشتغل. خدناها سلطنه عمان حضرتك دي مش دوله في الخليج صغيره، انت بتركب طياره من مسقط لغايه صلاله ساعة وربع، كأنك راح بومبي من مسقط لبومبي نفس المسافة، ومن آخر حدود التانية على حدود الإمارات. وناخدها من أول البريمي كان بمسكها أستاذنا برضك كابتن شاو عبد الشافي ومعاه كابتن ناجي خليل، وإحنا في صلالة كابتن شاذلي وكابتن محمد رياض، وإحنا في مسقط كابتن أبو العز في مجموعة في حتة اسمها صحار. نادي في هناك نادي مصمم بالاسم نادي صحار. البلد اسمها صحار. وكان معاه كابتن ابو العز وكابتن اسماعيل حفني وكابتن حمد عبد الحميد ومجموعه كبيره قوي كده. تعرف حضرتك انت لما تجيب عفوا في الاسلوب يعني منخل وعايز تصفق حاجه كده، نزلنا كل الحاجات اللي الصغيره خالص وعملنا كوره في سلطنه عمان، وما شاء الله عليهم امكانيات عاليه. وده حصل في كذا مكان كمان، يعني في تطوير حصل في بعض الدول كانت من خلال كوادر مصريه اشتغلوا في فتره سابقه. وفاكر كمان حضرتك انك تشتغل في افريقيا او في منتخب برونزي من خلال السفارة، ده حصل حتى مؤخرا في الدول الأوروبية لما ابتدت ترسل مدربين بدعم من حكومات هذه الدول للدول الإفريقية. حصل في السنغال، حصل في غانا، حصل في غينيا، حصل في بروندي. أيوة حصل بالضبط. في منتخبات كتيرة، أوغندا، حصل في كل ده. هو أنت حضرتك يعني بنتكلم على الكرة الأفريقية، الكرة الأفريقية مش زي مصر بس هيسبقوا. طب ما في نسبة كبيرة منتخبات كلها اتطورت. ليه بقى؟ يعني انا ما كنت في غانا، ويعني الحمد لله انا كنت المدرب الوحيد اللي في غانا. جت ظروف كده يعني البيزنس عندنا في شركه مقاولين العرب موجوده في افريقيا في كل مكان، ارا كونتراكتور في غانا ليميتد، فرئيس النادي هناك اسمه درافز، نادي درافز معروف طبعا، اللي هو منه الاخ الكابتن جون انتوي. فجاي هنا مصر بيزنس مع الشركه بتاعتنا، فسال ابراهيم بيه ما احنا بربنا يديله الصحه، انا عايز مدرب. انا كنت في فتره المقاولين العرب كان بيقع ال 11 وكان 12 فرقه، وجابوني مدير فني. انا اشتغلت 5 سنين مدرب مع الكابتن بدر فتاح الله يرحمه، مع مستر مايكل سنتين، مع الكابتن عبد المنعم الحاج، مع الكابتن فتحي مصير. واشتغلت مدير فني 3 مواسم. لما جيت مسكت الفرقه احنا برضك يعني ايه كنا قريبين للعيبه وعارفيننا وكده، فالحمد لله وصلت بيهم الخامس، من ال 11 للخامس. وما حصلش نصيب وكملوا، انا سافرت بره تاني وجت برده تانية جابوني تاني في فتره تانية وفتره تالتة. المهم حضرتك ان انا ليا ذكريات جميله مع نادي المقاولين العرب، لان احنا انت عارف حضرتك لما تكون انت بتاسس اسره او بتاسس بيت وانت طرف فيهم بيبقى لك الفخر لما تبقى تشوف الابن ولا الاسره دي بقت كبيره. المكان اللي انت ربيت فيه او لعبت فيه. احنا نادي المقاولين العرب ده كانت يعني بدائيات، فانا كان ليا الشرف ان انا لعبت مع الكابتن سعيد الشيشيني ودربت الكابتن سعيد الشيشيني، وكان زميل ليا اسست لي فيه وانا مدير فني الفريق الاول. قيس على كده بقى مجموعه كبيره، يعني انا لو اقول لك انا مثلا لو تسمح لي اقول لك انا اللعيبه اللي انا مرنتهم. اتفضل. يعني مثلا الكابتن علاء نبيل والكابتن شوقي غريب والكابتن مجدي عبد الغني لما جه من المارك كنت انا المدرب هناك، جون انطوان بيل شيشيني، كابتن رضوان علي شحاته، المرحوم ناصر محمد عادي، كابتن عبوده، كابتن جمال سالم، عبد الرزاق كريم احسن لعيب في افريقيا طبعا، كابتن حماده المصري، كابتن زمزم، احمد سليمان، كابتن احمد سليمان اللي هو حارس المرمى، حارس المرمى كان عندي هو وفي مجموعه واحده هو وكابتن بنسى اسمه، وكان لعيب كبير قوي. وبعدين كابتن احمد كشري، كابتن محمد يونس، عبد الناصر محمد اللي هو مدير فني اف سي مصر، كابتن نبيل ابراهيم العقباوي اللي هو مدرب حراس مرمى بيراميدز، كابتن علاء عبد الغني اللي هو مع المقاولين العرب دلوقتي مع الكابتن محمد، وبعدين في بقى عبد الله رجب، محمد عوده، وزيزو، مصطفى صادق، والرمادي، واحمد سليمان، وعصام مرعي، ايمن الرمادي كمان، ايوه كابتن،
كان عندي جايبين رمضان. عايز اقول لك في دوري الخليج العربي في مرات مكسر الدنيا. اوه ما شاء الله. انا احنا واشتغل سنه في نادي اسمه ظفار وانا كنت في مرباط هناك. هو حاليا اعتقد عجمان الاماراتي. هو عجمان اما كان معايا في سلطنه عمان بروفيسير. بروفيسير. انا بقول لحضرتك استاذ محمد، انا كان معايا هنا في حلقه من سنه، انا مش عارف ازاي كابتن ايمن الرمادي مش شغال في مصر. ما بقول لك حضرتك لكن الناس في الامارات مش عايزه تسيبه. ودوري الامارات على فكره يا جماعه، الدوري الخليجي العربي في الامارات دوري قوي جدا ودوري منظم بشكل غير طبيعي. والكابتن ايمن الرمادي من الاسامي اللي معاها لايسنس بروفيشنال في اوروبا. فللاسف هو في مدربين واخدين كورسات تدريبيه في اوروبا ويقدروا يشتغلوا حتى في منتخبات اوروبيه، لكن بصراحه الخليج بيستفيد بيهم. انا اتمنى يكونوا موجودين في الدوري المصري قريب والله، من ضمنهم الكابتن ايمن الرمادي. انا اشتغلت في الخليج برضك يعني، انا لعبت في الخليج واشتغلت في قصدي في في دبي، نادي الفجيره اللي هو في الدوري الممتاز دوت، ونادي الرمس هناك. لكن معظم وقتي كله او شغلي كله كان في سلطنه عمان، لان مرنت نادي الاهلي، مرنت مرباط 3 سنين، مرنت نادي النصر لعبت بيه بطوله اسيويه في وصلنا للدور قبل النهائي يعني. بس كل الاسامي اللي حضرتك دربتها يعني دلوقتي والسيد الكابتن سيد عيد معظمهم كلهم مديرين فنيين. انا اصل حضرتك انا بديت بدري، انا بديت 24 سنة. عشان اتكسرت، فكنت حابب الشغلانه، وبعدين تتلمذت على مجموعه كبيره تسمح لي ممكن اقولهم يعني اساتذتنا الكبار كلهم، يعني مثلا مرحوم كابتن فؤاد صدقي، استاذنا الكابتن عبد الصالح الوحش ربنا يديله الصحه سعاده اللي هو عبد المنعم الحاج، المرحوم كابتن ريم الوحش، كابتن بدوي عبد الفتاح، ما دي خبرات كلها اللي بيتكلم عليها كابتن بدوي، مستر كرامر، مستر كرامر، كابتن ابو رجيله، مستر هيدرجوت، الدكتور طه اسماعيل ربنا يديله الصحه استاذنا، ربنا يديله الصحه يا رب، الدكتور عمرو ابو المجد، الدكتور محمود ابو العينين، دكتور المفتي، دكتور طه التوخي، مستر مايكل. يعني انت حضرتك لما تاخد من كل واحد دي مدارس. ما دي مدارس، كلها مدارس. فكنا بنتعلم من الناس دي كلها. يعني مستر هيدرجوت ده سفرني اليمن، سفرني اليمن، طلعت الزمالك كابتن فتحي، انا كنت اول الدفعه وهم طالبين الاتحاد المصري عايزين مدرب، فقال لي روح اليمن، انا لسه صغير، روح ب $2000 في الفتره دي. عملت شغل، لعبت قبل نهائي كاس مع نادي اهلي الحديده، نادي نادي صنعاء، وعملنا شغل كويس، بس حصل ظروف بقى طبيعيه، زلزال حصل هناك فمشينا. فهي حضرتك يعني الخبرات بتاعتنا خدناها من اساتذه كبار، ناس تحترم، ناس نوطلها كده يعني، ما كانش في حد يعني يتعامل معاك الا كانك كابن. يعني الكابتن فتحي نصير ده اله ربنا يديله الصحه، والله والله يا محمد بيه انا ما شفت انسان في مجال الكوره بنفس كده، اخلاق طيب، كريم، مصلي، استاذ، يرفع بايد الناس، يعني فضل ربنا وكابتن فتحي عليا لغايه دماغي والله العظيم، فربنا يديله الصحه والعافيه. اكيد. طيب معنى كلام حضرتك ان الدور المصري في تطوير الكره في افريقيا كان دور فعال، صح؟ بالظبط. الدور الفعال بقى في فكره انك بتطور الكوره كمنتخبات عشان تحقق نتائج، ولا تطوير الكوره في افريقيا كان الفكره نفسها كانت جايه ازاي، او الفكره نفسها عشان تطور الكوره كانت ازاي؟ هو حضرتك في، انا ما اشتغلت في غانا، خدت اكسبيرينس كبير قوي قوي من مجموعه حاجات. نمره واحد، ان انت في غانا نفسها في الدوري البريمير ليج هناك في نادي اسمه تشيلسي، تشيلسي الغاني ولاعب النادي الاهلي قبل كده بطوله افريقيا، و ارسنال، ارسنال ده اكاديميه هناك، وفي نادي اسمه كينج فيصل، وفي طبعا كوتوكو عشان وهارتوف وهارتوف اوك، ومجموعه فرق تانية هناك. دي بيعملوها يعني بيصرفوا على الفرق دي كلها عشان عندهم ناس شغاله بس للحته دي، يشوفوا اللعيبه اللي بتعمل ايه. مميزات افريقيا اللي تخلي اوروبا تعملهم، العوامل الطبيعيه بتاعتهم بتديهم لياقه بدنيه عاليه جدا. مظبوط، لياقه بدنيه عاليه جدا. يعني انا مثلا لما اجي اعمل فتره اعداد هنا 45 يوم لفرقه بتاعتي في مصر، هم ممكن بالظبط كده اسبوعين بالكتير تعمل له مباراه، لان عندهم اللياقه البدنيه اسمها اللياقه الفتريه بالطبيعه نفسها، فبيجوا بسرعه. المسلز بتاعهم اللعيبه ده مع مرونه طبيعيه طبيعيه. يعني عندك لعيبه، انا ما كنت في غانا دي اثنين لعيبه لعبوا في فريق في ايطاليا وهم عندهم 19 سنه، ولد اسمه لعيب وواد اسمه ايدسيدو، وهم صغيرين ما شاء الله المسلز بتاعهم كده وجسم عضله وعايز ياكل. يعني انا اقول لحضرتك قصه بسيطه جدا في بروندي، صدقني والله يا محمد بيه، انا كان بيجيلوا اللعيبه بعجله تمام، اشتغلت معاهم وعملت معاهم، ما كنتش لطفي ودادي
فقال لهم انا همرنكم وهورب لكم الباب بس وانتوا افتحوه. مره بلعب في جنوب افريقيا جالي لعيب عندي راكب عربيه. متعين جدا. ها؟ متعين جدا. ليه؟ عوامل الحياه بتاعتهم عايزين ياكلوا فقره. اللي جنبي جالي بعجله دوت والله جالي بعربيه مش هقول ماركتها اعلى اغلى عربيه في العالم بعد كده في جنوب افريقيا بريتوريا. جالي هناك وكابتن وبتاع ومش عارف ايه وده راح هنا وخمسه سته راحوا في تنزانيا عملوا هنا وواحد عندي كلاعب كان بيلعب اما كنت بدرب في السودان كان بيلعب مع الكابتن عصام الحضري اسمه سليماني في نادي المريخ. نادي المريخ مش المريخ راح في فرقه اسمها ليتوانا في البانيا وفي اوروبا وفي هنا فهم اللعيبه عايزين طول ما انت عايز حاجه وتسعى لها هتوصل لها طموح لكن احنا هنا انا مش هنقد بس احنا هنا جبت العربيه وخدت جبت الشقه اللي انا عايزها ومعايا 5 6 مليون جنيه خلاص وصلت لغايه مرحله كده بقى اعمل اللي انا عايزه منه. لكن في فكره الطموح ما بين لاعب والتاني لكن في لعيبه بتزود من كل حاجه يعني مثلا هدي مثلا لحضرتك كابتن احمد فتحي ده نموذج للعيبه اللي هي لعيبه فعلا. انا اول مره اشوفه كنت بدرب في الامارات وكان الله يديله الصحه وصديقي الغالي وعزيز قلبي كابتن حسن شحاته كان ماسك منتخب الشباب فراح يلعبوا في كاس العالم في الامارات سنه 2003 بالظبط كنت انا ماسك نادي اللي هو الفجير اللي هو في الدوري الممتاز نادي الفجيره كان الكابتن واخد مجموعه الشباب دول منهم سيد معوض وحسن عبد ربه والله يرحمه محمد عبد الوهاب كان حته لعيب رحمه الله عليه واحمد سعيد من الاسماعيلي واحمد سعيد واحمد وعماد متعب والمجموعه دي كلها والاخ بتاع الاسماعيلي ده مشهور قوي لعيب قوي حسن عبد ربه فكانت مجموعه طلعت معاه وكابتن حسن برضك يعني ورضا متولي مجموعه محلة. كبيره قوي دخل طلعوا مع بعض وهم دول اللي كملوا الثلاث دورات مع اسطوره الكابتن حسن شحاته المجموعه دي كلها فاتفرجنا على لعيبه عايزه تاخد ودي مهم جدا انت حضرتك لما بتيجي توارب الباب كده عشان شويه هواء بيجي لك هواء بتاخد نفسك لكن في بعض اللعيبه بتصون النعمه وتبقى كويسه وفي لعيبه بتتنسي بعد فتره بسيطه رغم انها ممكن تكون حاجه كبيره قوي بالنسبه هو الطموح والمنتاليتي او العقليه بتاعت كل لاعب عايز ايه او هدفه ايه بالظبط ده بيختلف من اللاعب لتاني في يعني مثلا في المغربي محمد صلاح كان تفكيره مختلف بالظبط فوصل لمرحله دلوقتي من اهم ثلاث لعيبه في العالم بالظبط فهي بتختلف وحافظ وحافظ على مستواه وحافظ على النعمه اللي جات طبعا طبعا وطموحاته لاعلى من كده وده الشيء كويس بس مش طموحاته ابص فوق يعني حضرتك يا محمد بيه انا لما اكون ماشي وابص فوق هتخبط ابص تحت هتخبط بص قدامي هو بصص قدامه ما شاء الله عليه وبندعي له ربنا الحمد لله الخبر النهارده طلعت ان هو الحمد لله كويس وسليم ان شاء الله كل حاجه وان شاء الله يتعافى ويجي لنا ويلعب معانا وان شاء الله يكسبنا باذن الله باذن الله هو وكل زمايل المنتخب ان شاء الله طبعا كلنا مع مصر كلنا مصر وكلهم باذن الله يكونوا فايده للمنتخب طيب الله. المدربين المصريين اللي اشتغلوا في افريقيا مين ابرزهم او اللي نجح بنسبه كبيره هو في كابتن شريف الخشاب اشتغل بره وكابتن احمد كشري راح جيبوتي وتشاد وفي كان كابتن مصطفى عبد الغالي زمان اول واحد سافر كان لعيب كبير في نادي الاهلي كابتن مصطفى عبد الغالي لكن اكتر واحد عمل حاجات هناك وانجازات الكابتن ايمن اليمني انه عاش كتير قوي واخر حاجه مرنها سيشل دي منتخب سيشل او مش عارف اسم منتخب كده سيشل مرن هناك هو ده كان احسن حاجاته اشتغل مدرب لمالي مدرب منتخب مالي لكن كانت محدوده بقى ايه هي الحدود بتاعتها ان السالري بتاع كده مش انا واحد الناس رحت ما يشجعش انك تستمر انا رحت ب 2500 دولار الاول خالص بس كان نفسي امسك منتخب اما تتصنف مدرب منتخب استاذ محمد في فرق بين مدرب المنتخب ومدرب نادي انا دربت نادي ودربت منتخب يعني النادي انت مقيد ب 30 لعيب لازم تعمل طريقه اللعب اللي تناسب امكانيات لعيبتك المنتخب اصعب المنتخب اسهل في ايه اسهل ايوه لان انا كل ماتش اغير ال 30 لعيب بجيب اللي مساحه قاعده الاختيار اكبر بالظبط كده ففي فرق بين ده ومن ده يعني الحمد لله يعني كنت برضك اشتغلت هنا وهنا فهي القاره الافريقيه عندنا بيتطوروا والمدربين اللي كانوا موجود سابوا بصمات طب احنا في الخليج كله دكتور طه توخر الله يديله الصحه والعافيه استاذ عبده صالح دكتور طه هم المؤسسين الخليج
لما راح كورة هناك يعني لما انت حضرتك راح نادي الزمالك، مجموعة كبيرة من نادي الزمالك والنادي من السكة حديد، كان الكابتن كرم ربنا يديله الصحة وكابتن مسلم لعبه في الكويت. احنا اللي عملنا كورة في الدول العربية، احنا اللي عملنا كورة في الدول العربية. يعني مصر هي الدنيا، بس هي المشكلة دلوقتي ان احنا كمدربين في ناس كتيرة بتثقف. يعني اقول لحضرتك على حاجة، انا لا بعتب حد ولا بلوم حد، في ناس بتمرن في الدرجة الممتاز عن تدريبات برشلونة وريال مدريد اللي بتيجي على اليوتيوب. دي امكانيات ودي امكانيات، انت فاهم حضرتك ازاي قصدي ايه؟ فاهم قصدك. ايوه. وفي مدربين عندنا عظماء عظماء، يعني لو عايزني اذكر لك 30 واحد مصري عظماء في التدريب. يعني كابتن حسن طبعا، كابتن حسام البدري مدرب كويس جدا وبتمنى له التوفيق ان شاء الله، كابتن حلمي طولان، كابتن فاروق جعفر، الكابتن طلعت يوسف، يعني دول الجيل اللي هو بتاعنا احنا، كابتن رضوان، علاء نبيل، طلع مجموعه كبيره قوي كده. سامي قمصان، سامي قمصان ده هيبقى مدرب عظيم جدا جدا جدا، لان انا اخدت معاه دراسات، كان ليا الشرف وكان دايما يسالوني كده، هو كان ساكن جنب بنروح سوا، ما شاء الله هيبقى مدرب عظيم اخلاقيا وكل حاجه. المدربين الاجانب اللي بيشتغل معاهم، نعم، يعني المدربين الاجانب اللي اشتغلوا في النادي الاهلي وكان كابتن سامي موجود في الجهاز، كنت دايما بسمع من المدربين الاجانب عن افكار وقدرات كابتن سامي في التدريب. انا ما اعرفش هم قالوا لك حصل ده مع بس كارسلون. انا بقول لك من الحاجه اللي شفتها، يعني حاجه يعني كنا نقعد مثلا في الدوره الاخرانيه دي في لايسنس دي من 3 سنين، بيقعد يسالني اسئله تحس ان هو مدرب عظيم، عنده فلسفه وعنده افكار كويسه ومؤدب ومحترم ومتزن وكل حاجه. ده حقيقي. وفي نفس الوقت ده مشروع مدرب عظيم لمصر ان شاء الله باذن الله. طيب هل ممكن في الفتره القادمه منتخب افريقي ينافس على كاس العالم؟ يعني انت اشتغلت في افريقيا وعارف الايجابيات والسلبيات، هل ممكن نصل لمرحله ان في منتخب في افريقيا ينافس على كاس العالم؟ يعني بص حضرتك، السؤال دوت جميل وصعب قوي. ايه هو الصعوبيه بتاعته؟ العالم دي سبقونا بكل حاجه. انت بتتقدم، اوكي، لو بتتقدم بسرعه هم كمان بيتقدموا، يعني تعرف مساحه اكبر. فالمساحه بين هنا وبين هنا اكبر، هو مفيش حاجه بعيده بس بتبقى صعبه جدا جدا. يعني مثلا حضرتك لما انت بتتفرج على ليفربول او بتتفرج على تشيلسي او بتتفرج على برشلونه او ريال مدريد، اللاعبين الافارقه هم ليهم الدور الكبير وبيتجنسوا، بس هي الفكره حضرتك ايه؟ ان هم بياخدوهم، ادي حته برضك مهمه جدا، وهم صغيرين 15 سنه بيروحوا الانديه هناك الصبح، بيكنسوا ملاعب واوض اللبس والحاجات دي ويشتغلوا في المطابخ وبيدرسوا تعليم. وهذا الفرق بين الاكاديميه اللي هم الناس بتعملها والاكاديميه عندنا. الاكاديميه معناها ان انا باخد الطفل الصغير اعلمه تدريس كعلم اعداديه ثانويه وكوره، مش بس انا اخد كوره بس كده وحاجات، لا، فهم بياخدوه من الصبح ينظفوا الغرف اللعيبه والنادي والحاجات دي كلها ويتغدوا ويدرسوا وبعد الظهر يتمرنوا. فعايشين معايشه في النادي، مستواهم بيرتفع، بيتعلموا تدريب الكوره على اصول العلم واساليب العلم. يعني ايه اسلوب العلم ده؟ يعني عفوا في الكلمه يا كابتن محمد، مش سهل. الفهلوه ممكن واحد يفهلو على اي حد كده اهوت ويطلعك مقنع، لكن لما تيجي تشوف تلمس الحاجه ما تلاقيهاش. فالتدريب ده علم ومصابره، تمام، واقرا. واهم حاجه في التدريب يا محمد بيه انك انت تبتكر تبتكر تبتكر. يعني اقول لحضرتك على حاجه، صدقني والله انا 95% من تدريباتي ما بشوف حاجه نموذج من حد وانا ابتكر عليه. ليه؟ عشان ما اقفش في حته معينه. يعني مثلا في مساحه صغيره 4 ضد 4 في مساحه صغيره بيعمل حاجه كنترول وتحركات وكده، لو انا عملت مساحه كبيره وعملت لمسه ولعبه بدي تحمل، يبقى انا التمرين دوت انا ببني عليه حاجات معينه لازم اعيش 24. يعني مثلا رحمه الله عليه استاذنا الكبير كابتن محمود الجهري، كان ليا الشرف ان انا كنت اشتغل معاه هنا، ما شافني في عمان وهو في عمان، كلم الكابتن فتحي مبروك ربنا يديله الصحه بيتفرج على تمرين عندي، كنت انا بطلع بطوله اسيويه وهو جاي معسكر في بلد اسمها صلاله 3 اشهر يا محمد بيه ما فيش شمس في الخليج كله، ما فيش في البلد دي كده، ففيها عمل معسكر هناك، فجاي بيتمرن بلعب بدرب نادي النصر، نادي النصر كبير هم هناك الظفار والنصر والاهلي، فمرن انا كده فمع الكابتن فتحي قاعدين، وكان معاه دكتور جزائري منتخب عمان، فالمدلج بتاعنا هناك، فبيقول لك كابتن سمعت الكابتن جورم بتتفرج على التمرين، بيقول لطفي نسيم ده مسابق سنه قوي 20 سنه مدرب كذا وكذا وكذا وكذا. لما الكابتن جوهري يقول لي انا عشت معاه هناك،
لما يقول لي انا كده دي شهاده بقى اكثر من اطلع شهادات. وما انا ننزل مصر لطفي اعصد ان انا ممكن تشتغل معايا. فجي لي جه مكاني احسن مني 100 مره كابتن محمد ابو العز استاذي محترم لعيب دولي ودراسات ومدرب عظيم، مدرب عظيم جدا جدا. كان مع كابتن الجوري في المنتخب ساعتها لما كان اللي هو حرب وكابتن سمير زاهر نائب رئيس. فطبعا كابتن جوهري ده بقى حاجه تانية تحطه بقى ايه يعني، انت عارف حضرتك زي ما تقول خوفه وبعدين اهرام التانية. كابتن 16 ساعه يذاكر، 16 ساعه لما يكونش عن تمرين يذاكر، دي فكر معين حاجات ما اتعلمت منه. ده سبق الكل كمان لما كان بيتفرج على ماتشات اوروبا من خلال الدش، وكان ساعتها طبعا الدش والريسيفر الميديا دي كانت زي دلوقتي فكان من الناس اللي كان بيتفرج وكان دايما عامل مكتبه يسجل الماتشات ويتفرج على الماتشات لا كابتن جوهري كان مدرسه الله، ده بردك اسطوره واللي ربنا يديله الصحه يا رب يخلينا. الدكتور طه ده استاذنا الكبير يعني، طه ربنا يخليه لا استاذ فعلا يعني، علمنا حاجات كتير منه وربنا القامات دي كلها يحافظ عليها يا رب. طيب القاره السمراء دلوقتي هل المنتخبات في اوروبا او المدربين في اوروبا ابتدوا فعلا يكون لهم دور قوي مع المنتخبات الافريقيه؟ يعني انا اعرف ان المدرب بيبقى جاي منحه حكوميه من الدوله، سواء مثلا لو دوله او فرنسا هترسل مثلا 3 4 مدربين منحه حكوميه من الحكومه الفرنسيه للاتحاد او لدوله السنغال، غانا، زامبيا، كوت ديفوار، ده بيحصل. هل الامور دي طورت الكره الافريقيه او صنعت فعلا اجيال من المدربين او حتى من المنتخبات؟ هو سؤال حضرتك ده يعني انا عشته هناك. هي الفكره مش كده، هم الفرق اللي هي بتيجي منح لدول بتبقى دول يعني سكند ستاندرد، ثاني مستوى. لكن فرق كبيره عندها مدربين طبيعه يعني، حتى الانديه كمان ومنتخبات عندها فلوس. يعني لما تقول الكاميرون والسنغال والحاجات دي، انا بقولها على سبيل المثال. لا حضرتك كده لكن هم ابتدوا يثقفوا نفسهم، ما بقتش هي كوره جري ولياقه وحاجات زي كده. بس السنغال انا فاكر برونو ميتسو الله يرحمه لما كان ساعتها مدير فني للسنغال كان منحه من الحكومه الفرنسيه. كان في حتى فليب تروسي المدرب السنغالي لما مسك بوركينا فاسو كان منحه. انا اقصد ان الفكره هل الامور دي فعلا صنعت اجيال مدربين؟ لان حتى اليوس سي من المدربين او الناس اللي كانوا بيلعبوا في منتخب السنغال استفاد من برونو ميتسو بعد كده وبقى هو المدير الفني. هو اللي حصل ايه؟ انا واحد من الناس خدت خبره ازاي؟ ما كنت مساعد للكابتن فتحي استاذ كبير، اما اشتغلت مع اللي هو عبد المنعم الحاج، مع الكابتن ابراهيم الوحش، مع مجموعه كبيره من مدربين خدت خبرات منهم، كابتن بدوي خدت خبرات. لما باخد الخبرات دي انا بطبقها على لاعبتي. احنا قلنا حضرتك ان الحياه الماديه بالنسبه لافريقيا هي العامل الرئيسي ان كل واحد من اللعيبه عايز، يعني مش مهم التعليم، المهم ان هو يبقى لعيب كوره يبقى باب خير لاهله واسرته كلها. خدت بالك؟ فدي بتديله درجه اهتمام. يعني مثلا كنت في بوروندي بعمل تمرين الساعه 5 الصبح، اصلي الفجر واخد عربيتي واروح التمرين، الاقيهم كلهم موجودين. عايزين يبقوا وبقى مستواهم عالي جدا جدا. يعني احنا ما كنا بلاعب انا في بطوله افريقيا في جنوب افريقيا، عملنا ماتشات مع الجابون، مع انا كسبان موريتانيا ومتعادل مع الجابون وكسبان فرقه اللي هي بعد سيليون دي. ده موريتانيا دلوقتي اتطورت تطور رهيب، كابتن كسبانهم 3 مرات 3-1 3-1. ده دلوقتي موريتانيا حاجه ثانيه. هي اصلا الرئيس هناك بيحب الكوره قوي، احمد ولد يحيى بيحب الكوره قوي. وبعدين كان في الفتره دي كان بيدربهم اللي هو كان بيدرب الاسماعيلي ده اللي بيلبس انسيالات اسمه ايه كده، كان بيدرب اسماعيلي وكان بيدرب المنتخب هناك. فقابلته انا في جنوب افريقيا والحمد لله يعني بكل كوره بتتطور. كان عندهم لعيب ناحيه الشمال مش عارف اسمه ايه كده بردك داده كده، مش الله ما شاء الله. فالدنيا بتتطور، بالدنيا بتتطور. لكن افريقيا بتركب الاكسبريس، بيطلعوا عايزين الماده عندهم حاجه مهمه جدا جدا. الكره دلوقتي صناعه وده مدخل كبير لاقتصاد الدوله. يعني يجي يقول لك ايه، ما انا بقول لحضرتك انا في بروندي قالوا لك ده لطفي نسيم ده بيدخل دخل قوي صعبه عشان 32 لعيب كلهم بالشيء الفلاني. صح. لعيب بيخش له بيعالي راكب عربيه لاست موديل مع شركه كبيره ما داعي ذكر اسمها. فهم كلهم بيجشتر راح حتت ارض وعمل مزرعه وعمل حاجات وعمل مصنع عمل الشاي الحاجات دي كلها. شايفين دلوقتي ساديو ماني في السنغال، شوف وجوده هو حتى في ليفربول في الدوري الانجليزي وامكانياته اسمه وقدره، مدى تاثير ده على الدوله وعلى الجمهور هناك والمشاريع حتى اللي بيعملها لابناء البلد. سيدي رئيس جمهوريه دوله كان لعيب احسن لعيب في العالم
جورج واير. جورج واير في ليبيريا. يعني حضرتك شوف الشعبيه بتاعته بتكسر الدنيا في ايطاليا. بالظبط جدا. كان لعيب جامد جامد جامد. وهو اصلا الحب ده ليه كان بيعمل لهم معسكر بفلوسه هو الخاصه. ده هو كان اللي بيصرف على منتخب ليبيريا. ما انا بقول لحضرتك كل التفاصيل. طب يعني كده ده الحب. وهو كلاعب كوره كان فاز. يعني خدت بال حضرتك؟ فالكوره في افريقيا بتتطور بطريقه غريبه جدا جدا جدا. هي مشكله افريقيا دي الملاعب. البنيه التحتيه. البنيه. ليه الملاعب هناك مشكله؟ يعني انا كنت بلعب على ملعب في بروندي بترتان. لان المطر كتير هناك. لما صعب نجيل طبيعي يستحاله. فتبقى صعبه. مش هتلاقي ملعب تاني. فهي البلاد دي كلها بس الفيفا دلوقتي بصراحه. يعني من خلال مشروع الهدف او مشروع بالظبط كده تبرعوا الشركات الصينيه. انا حتى في خلال سفرياتي في افريقيا مع النادي الاهلي لاحظت ان حتى الشركات الصينيه ابتدى يبقى ليها دور في بناء ملاعب واستادات وطرق. ما هو بيخشوا كده. وانا عايز ايه الفايده يكون عندي ملعب وحاجات زي كده. ملاعب وغرف لبس ولا. يعني انا كنت باخد السبوره بتاعتي معايا المغناطيسيه والتانيه باخدها معايا ودواتي. والله كنت بجيب كنزات. بعد كده لقيت كل حاجه هناك. فالدنيا بتتطور وبيجري بسرعه. واحنا كمان بنتطور. يعني احنا برضك كمصر برضك الحمد لله يعني ما شاء الله. يعني بس مدى التطور اللي في مصر مش بنفس القدر اللي بيحصل في افريقيا. عشان كده يعني مصر بامكانياتها انا شايف ان احنا المفروض نكون في مساحه في كره القدم في العالم مش في افريقيا بس. يعني مدى التطور اللي في مصر في الكره المصريه تحديدا ماشي بمساحه محدوده. بدليل ان حتى في افريقيا لو بنشوف المعدل تاهل الدول الافريقيه يا كابتن لطفي في المنتخبات اللي بتروح كاس العالم مصر 3 مرات. يعني ده 34 و90 و 2018 في منتخبات راحت كاس العالم. الجزائر راحت كتير 6 مرات و7 مرات. تونس راحت. والمغرب راحت. الامارات راحت. السنغال نفسها. السنغال كتير قوي. الكاميرون ونيجيريا. نيجيريا واخد كاس العالم للاولمبيات الشباب. اولمبيات الشباب. يعني بيتطوروا كابتن بيتطوروا جامد. دوره اولمبيه دوره اتلانتا الاولمبيه كان مين اللي واخدها؟ طب انت عارف نيجيريا دي 140 مليون ما تعرفش تمشي فيها. كم؟ 140 مليون ما تعرفش تمشي فيها. يعني بقول لحضرتك بس مجانين كوره. مجانين كوره. يعني تروح كينيا دلوقتي لان احنا كنا لما نيجي نسافر افريقيا في اي دوله لازم نروح كينيا يا اثيوبيا. اتفرج على الاستادات واتفرج على الملاعب واتفرج على الحاجات دي كلها. بيستثمروها زي ما انت قلت لحضرتك من الصين او من دول ثانيه بييجوا يستثمروا لعيبه وياخدوهم ويبقوهم وياخدوهم ويعملوهم. انا فاكر الاهلي ملاعب تذكر الكيني الكلام ده كان حوالي سنه 2013 2014 بنتكلم من 6 سنين. كان في ملعب اشبه بالملعب الفرعي. ايوه تذكر الكيني وجورماهيا بيلعبوا دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت واللي قبلها ملعب شبيه بستاد القاهره الدولي. طوروا. ما الشركات اللي بتعمل لهم دي كلها لان برضك يعني دول الصين والحاجات دي بتعمل حط رجليها في الحته دي. يعني انا بروندي ما رحت هناك ابتدوا بقى الغول اتغولوا عملوا مولات وعملوا 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 بقى نشوف حاجات يعني ما كانتش موجوده. فهم ليهم سياسه معينه بيتوغلوا وبيقدروا بيصرفوا وبيعملوا وبيعملوا ناس ثانيه اللي مستفيد. يعني انا لما مصر تبعت لي مدرب ببلاش قالوا لا. لما مشيت انا بقى قالوا لي تعالى اتعاقد ثاني عشان خاطر عملت كفاءه كويسه وكنت يعني الحمد لله كويس. فهم اذكياء برضك. يعني هم الافارقه اذكياء. يعني يقول لك احنا عايزين نتطور وبيجي لنا فلوس ما ناخدهاش ليه؟ وتطور وهيبقوا كويسين جدا وسرعه. لكن هم يخشوا كاس العالم في نهائيات نسبه مثلا بتحصل امور بقى ما تبقاش مثلا مثلا امور شخصيه جوه المنتخب نفسه. لعيب شايف ازاي يعني مثلا غانا وصلت في مره مرحله الدور ال 16 وكانت بتلعب مرحله الدور الثمانيه كان قدام منتخب اوروجواي. الكلام ده كان سنه 2010 بالظبط. كان على اعتاب التاهل للسيمي فاينل لاول مره منتخب افريقي يصل سيمي فاينل. ممكن بقى لقى ضرب الجزاء لعيب مستهتر في ضاعه فرصه حصلت مع الكاميرون وحصلت مع نيجيريا. انا فاكر سنه 98 في فرنسا نيجيريا كانت من المنتخبات المرشحه على الاقل للوصول سيمي فاينل. ايوه خرجت قدام الدنمارك بنتيجه ثقيله 4-1. فاول المنتخبات الافريقيه دايما كده بتيجي لمسه غريبه ثقه زي ده. هي بس هتلاقي مثلا 10% لما ياخد كاس عالم مش مثلا بنسبه كبيره لان دول بيتطوروا جدا يا استاذ محمد. ده حقيقي بيتطوروا جدا. طيب. جدا. طيب كلمه اخيره تحب تختم بيها حوارك او تقول في هذا الحوار ايه اللي ممكن تقوله خاصه كمان ان احنا بنتكلم في التطوير اللي بيحصل في الكره الافريقيه. منتخب بتسوانا بيدربه مدرب جزائري عادل عمروشه ما كان موجود مع منتخب مصر. ده صديقي الشخصي بالمناسبه. مدرب الزمالك ده كان شصيجي ميتشو. كنا ميتشو. مع بعض في اوغندا هو ماسك منتخب اوغندا بس احنا كان في دوره الثقافه دي فكان قاعد في فندق معايا.
اسمه دوت عادل عمروشي ده هو اصلا واخد جنسيه بلجيم بلجيكا لكن هو مدرب عظيم ومحاضر وكان بيجي على القنوات الفضائيه اللي هي تحليل مباريات تحليل مباريات ومدرب عظيم جدا ومسك مدرب منتخب بعديه وانا جد سبت معاه في بوروندي بس قعد فتره بعيد وفوجئنا بيه ماسك بوتسوانا حاليا لما حتى كان بيلعب منتخب مصر مباراه وديه هو كان بيشتغل في في في, في, في تونس كان ماسك فرقه في تونس الفرقه اللي كان فيها طارق عبد العليم دي تقريبا اللي هو مدرب حراس المرمى طارق عبد العليم لف في كل الانديه التونس يعني اشتغل في الترجي منتخب اشتغل في الصفاقسي اشتغل في الافريقي حاليا موجود في المنتخب التونسي بقى له 5 سنين من المدربين بالمناسبه انا مرنته برضك في المرمى ايوه بس هو من المدربين اللي لهم شعبيه كبيره جدا في تونس هو اصلا كان في مدرب اللي هو مش معلول الثاني ده اسمه ايه كان بيشتغل معاه في نادي وعجبه وهو جم مسكوا المنتخب فوز البنزرتي فوز البنزرتي حاليا مسك منتخب ليبيا على فكره لسه متعاقد مع المنتخب الليبي فاشتغل معاه وهو مدرب كويس واحنا عندنا مدربين كويسين مدربين حراسة المرمى كويسين عندك اسماء كتير قوي مدربين عظام جدا في مجالات كتيره يعني عندنا مدربين ناشئين كويسين جدا عندنا مدربين في الشباب كويس عندنا مدربين حراس مرمى عندنا مدربين كبار في فرق كبيره لكن طب ليه 50% منهم مش زي اللي هم التانيين طب ليه بنفتقد في منتخبات الناشئين والشباب القدره على ان احنا نصل لكاس العالم او على الاقل نحقق بطوله افريقيه لان اخر مرحله من 2013 من ساعتها بقى لنا 6 سنين مفيش ولا منتخب قدر يحقق بطوله افريقيه او حتى يتاهل لكاس عالم مرحله 17 سنه مرحله 19 يعني هي المره الوحيده اللي خدنا برونزيه مع الكابتن شاو غريب لما كنا بنلعب في الارجنتين ورغم ذلك غلبنا 7 دخلت البطوله ده من الارجنتين طلعنا ثالث برونزيه دي الحقيقه اللي موجوده الواقعيه الوحيده اللي دخلت الاتحاد الكوره او مصر كلها بالنسبه للقارات كلها والعالم يعني بس في منتخبات افريقيه خدت البطوله نفسها ايوه ما هو انت حضرتك برضه كابتن لما بتبقى عندك لعيبه صغيرين وبعدين بيكبروا مستواهم بيعلم بيطلع درجه اولى بتختلف شخصيته اللي انا بقول لحضرتك عليها فرق بين اللاعب الافريقي واللاعب المصري طموحاته ليميتد ان هو يجيب العربيه وكذا 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 ورايح جاي بالشورت والحاجات دي كلها لكن في لعيبه بتوصل يعني انت لما تقول حسن عبد ربه ده يعني من اللعيبه اللي جت مصر فزه وبنى نفسه وعمل نفسه ما شاء الله عليه والحاجات دي كلها لكن اللعيب نفسه هو حضرتك اللي يقدر يعمل احنا كمدرب وكاداره بنفتح الباب كله عايز يكسب كله عايز يكسب تلاقي الماتش ده النهارده لعب ماتش بالليل سهران في حته وانت جسمك مجهد انت تعرف حضرتك في اوروبا يا محمد بيه مواعيد التزام لو تنزل الملعب انا في هولندا في الدوره دي لعيب اتعور فانا عايز اعرف ان كان الراجل اللي معايا اللبناني مدير اعمال الراجل الشيخ اللي بعتني فخبط في بعض اخو كومان الثاني دوت كومان فطلع بيزعق مع المدرب فانا بساله بقول له اساله ما انا ما اعرفش هولندي فبساله قول له ليه طلع بيزعق قال له عشان المدرب طلعه خصم منه 5000 جردر عشان مش لابس الشنكار انا مش هقول له البس الشنكار ده لعيب محترف ياخد كذا وكذا شفت وصل حضرتك ازاي انا مش هقول لك البس الشنكار ده انت المفروض تلبس الشنكار لاعب محترف يبقى عارف حافظ على رجلك وانت النادي بيدفع لك كذا وكذا وكذا ادي بقى نوعيه اللعيبه شوف محمد صلاح وتريزيجيه والنني ستيب باي ستيب مش ازاي وعمله ازاي واتمنى ان احنا يكون عندنا اكتر من لاعب 5-6-10 باذن الله ربنا ييسر طيب سؤال اخير قبل ما اختم معاك يا كابتن لطفي كاس الامم الافريقيه 23 سنه هتتنظم في مصر ان شاء الله في شهر نوفمبر القادم ان شاء الله 8 منتخبات بيتنافسوا عشان يتاهل ثلاثه الى دوره طوكيو الاولمبيه في الصيف القادم بالزبط. مصر معاها مالي والكاميرون وغانا بالظبط بالترتيب شايف التصفيات ازاي والمجموعه والامكانيات اللي عندنا تؤهل مصر ان هي تتواجد في طوكيو 2020 اولا زي ما قلت لحضرتك انا كان لي الشرف اضرب الكابتن شوقي غريب كان لعيب فز جدا وهو مدرب دماغ حلو قوي مدرب منظم وعارف عنده خبرات كبيره عنده خبرات اشتغل وخد خبرات كبيره مدرب انت عارف يعني حضرت يعني ايه بصرف النظر على اللي هو المدير الفني مدرب كوره وعنده بيزا ان هو يحبب اللعبة فيه وهادي زائد ان هو متطور عنده ادي الشق الاولاني عنده دعم من اتحاد الكوره من اللجنه الموجوده دي كلها لان احنا عندنا تصفيات هتعمل بدليل ان هو واخد لعيبه من النادي الاهلي ومن منتخب مصر الاول رمضان صبحي ومصطفى محمد من الزمالك لعيبه يعني كتيره مميزه عشان هم بيلعبوا دور ممتاز لعيبه كتيره من الدوري الممتاز ومجموعه كبيره يعني واخد مجموعه كبيره جدا انا كاتبها وعارفها هو معاه لعيبه كويسه وهو مدرب كويس
وبطوله تلعب عندنا في مصر وفي جماهير، فالعوامل كلها بتساعدك انك انت ان ان شاء الله تكسب البطوله. احنا هم اصلا هياخدوا 3 من 6 فرق. مظبوط، 3 من 6 فرق، من 8 فرق. هو هتوصل سيمي فاينل، سيمي فاينل، واللي يطلع من 3 والرابع. بالظبط كده، احنا ان شاء الله هناخد البطوله باذن الله. شوقي مدرب شاطر ومعاه مجموعه كويسه والبلد كلها وراه. ان شاء الله باذن الله بردك بردك الاولمبياد دي بتبقى حاجه حلوه لينا. والاهم من ده كله بردك كمان بتمنى للكابتن حسام البدري المدرب العظيم ان ربنا يوفقه، وانا بعتب على الناس اللي هو بتتشك في اختياراته. المدرب خد اللي هو عايزه، سيبوه يشتغل، احنا نعمله سبورت ومسانده وبنتمنى له التوفيق لانه هو مدرب مصر اكيد ومصري، وده شرف كبير لينا. كابتن لطفي نسيم نورتنا وشرفتنا وموفق دايما، وكانت اطلاله جيده نتكلم عن الكره في افريقيا والمشوار الحافل مع المنتخبات الافريقيه والمدربين كمان المصريين في المنتخبات العربيه والانديه العربيه. انا سعيد ان انا اتواجد مع حضرتك ومع الاخوه الموجودين، وسعيد اكثر ان انا بتواجد مع قناه عملاقه زي قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا لك يا فندم وكل التوفيق لك يا رب. كانت فقره مهمه جدا بنلقي فيها الضوء على التاريخ، تاريخ المدربين المصريين في تطوير الكره الافريقيه وتطوير الكره العربيه. وكابتن لطفي نسيم ذكر اسامي قامات كبيره جدا في الكره المصريه كان لهم دور في تطوير الكره في افريقيا وفي العرب في المنطقه العربيه، وكان ابرزهم بالتاكيد كان معنا على تليفون الكابتن فتح نصير محاضر دولي في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي وقامه كبيره جدا في التدريب في الكره المصريه. كل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والتقي على خير بكم يا رب في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله. لكن بعد الفاصل زميلي العزيز عمر ربيع ياسين وفي ضيافه الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي، وحديث اكثر بقى وجهه نظر الاعلام فيما يدور في الساحه الرياضيه المصريه من الناحيه الكرويه والاحداث الجاريه على السطح بالنسبه للكره المصريه، وما هو قادم ايضا سواء للمنتخبات او الانديه بعد استئناف مشوار الدوري يوم 25 نوفمبر باذن الله. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الاهلي الليله والفقره الحواريه الثانيه مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ سامي عبد الفتاح. برحب بيك يا فندم. مساء الخير. اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا عم؟ منورني يا فندم. الله يبارك فيك. يعني عندنا قضايا كثيره واحداث كثيره واسئله كثيره، لكن اكيد في البدايه عايز اخد راي حضرتك في يعني رؤيتك للاحداث بشكل عام، وعليك يعني تقدر تلخص لي كده الفتره الاخيره من بدايه الدوري حتى التوقف واستعداد منتخب مصر سواء لبطوله امم افريقيا المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 او حتى تصفيات امم افريقيا المؤهله الى بطوله الامم الافريقيه مع كابتن حسام البدري. يعني طبعا احنا في يعني فاصل مسابقه الدوري اللي تعبتنا كده وازعجتنا شويه في يعني ساعدنا بيها الجولات الثلاثه الاولى، وبعدين حصل الدروب اللي حصل ده ووصلنا للتأجيل، وبعدين تهديدات يعني مواقف كثيرة جدا عاملة لنا شوية قلق، لكن طبعا الحمد لله يعني الأمور عدت بخير، وإحنا الوقت منتظرين منتخبنا الوطني منتخبنا الأولمبي الأول يلعب مع بقيادة الكابتن شوقي غريب في مهمة كبيرة جدا. يعني انا طبعا انا مش شايف الدعم الإعلامي الزخم الإعلامي ليه؟ ربما ان الناس يعني بعدها عن الملاعب من ناحيه، وانشغالها بقضايا فرعيه كثيره جدا مش لطيفه، مخلي الناس مش واخده بالها ان في منتخب مصري هيلعب ومطالب عنده مهمتين مهم صعبين جدا، لقب افريقي وبطاقه دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو. فالمنتخب ده بيمثل امل الكره المصريه تحت 23 سنة وبيضم مجموعة من النجوم الصاعدة الواعدة يعني مهمين قوي. فغياب الزخم الإعلامي دي مسؤوليتنا احنا كلنا ان احنا مش مدين هذا الفريق حقه، لكن اتوقع ان مع الخطوات الاولى للمنتخب في دور في المجموعة بتاعته المجموعة الاولى والنتائج الإيجابية اللي ان شاء الله هيحققها لاعبتنا مع شوقي غريب هيسحب الاهتمام بشكل كبير جدا ويجيب الجماهير، لان اتوقع يعني كمان ان يكون في غياب جماهيري في الاول لحد ما الملامح اللقب تبان، يعني في يعني اللي هي المجموعه دور المجموعات
في بطولة الأمم الأفريقية للشباب بتاع 23 سنة. لحد ما اللقب يبان لجماهيرنا هتلاقي الناس بقى جماهيرنا ابتدت تتواجد بقوة وتدعمه وياخد الفريق هذا فريق حقه إن شاء الله. بس المهم إن هو يعني يقدم السبت عشان يلاقي الحد يعني. طب دلوقتي ما هو البطولة دي ما فيهاش سبت وحد، المباراة دي فيها 2 و3 و4 عشان أنت معاك 3 فرق أقوياء جدا. البطولة 8 فرق معاك غانا والكاميرون ومالي. وبالتالي حضرتك عارف ان اول وثاني واول وثاني ودول بنفسه 3 منهم على الصعود للاولمبياد، وبالتالي ما عندناش فرصه ان احنا لا قدر الله لو ما صعدناش ان هو يكون في يعني ملحق او في فرصه. لا مفيش ملحق يعني. يعني البطوله العاديه بيكون فيها فرق ضعيفه، لكن دي 8 اقوى 8 فرق في افريقيا. بالظبط اقوى 8 منتخبات وبيلعبوا على 3 بطاقات لدوري طوكيو بجانب اللقب. بطاقه رابعه واتلغت اللي هو الملحق الافريقي الاسيوي. بالظبط بجانب اللقب الافريقي نفسه يعني. طبعا ف ما فيهاش هزار المساله، ما فيهاش هزار. بطوله قصيره وسريعه جدا ومطلوب فيها الفوق يعني، لا تقبل الاسم على 2 يعني زي ما انت قلت يعني. ما هي صحيح انا بقول قدم السبت اللعيبه تقدم السبت عشان تلاقي الجمهور جنبها. ربما من اول مباراه يعني ما احنا بنناقش ان ليه الاحساس بالبطوله مش موجود بقدر الكافي. هل مرضي يا استاذ سامي ان لو منتخب مصر تاهل وعدم فوزه بالبطوله هل ده مرضي لحضرتك وللنقاد والصحفيين والاعلاميين والجمهور؟ طبعا مرضي طبعا. لو فاز باللقب، لا لو صعدنا اولمبيات دون الفوز باللقب. لا احنا همنا كله في الجائزتين. طب الاولويه يا حضرتك؟ لا الاولويه طبعا العاب اولمبيه يعني طبعا العاب الاولمبيه دي مستوى دولي كبير جدا. بس اللي عنده الهدف ده لازم يبقى عنده يعني، خصوصا البطوله على ملاعبنا في ارضنا. ومش عايزين يعني مش حمل خبطه ثانيه بعد كاس الامم الافريقيه للكبار اللي يعني خرجنا فيها بعد الدور الاول. يعني دي بتعوض دي. فيعني اذا كان قدامنا الهدف واضح والاراده واضحه ان شاء الله هنحقق اللقب مع البطوله ان شاء الله. طيب هرجع مع حضرتك سريعا بقى لاحداث الكره المصريه والنادي الاهلي. زي ما حضرتك قلت انقضاء 3 أسابيع من بدايه الدوري المصري الممتاز، ولكن الدوري تم تاجيله الى حين انتهاء التوقفات الدوليه وبطوله امم افريقيا. تقييمك للنادي الاهلي بشكل عام في لقاءاته سواء المحليه في بطوله الدوري او حتى الافريقيه، مع انها مش لسه اللقاءات القويه. اللقاء القوي ان شاء الله يكون بنهايه شهر 11 امام النجم الساحلي في تونس ان شاء الله. الاهلي يعني الموسم ده له نكهه مختلفه الحقيقه يعني. يعني صحيح لعب 3 مباريات في الدوري بس وماتشين في افريقيا، يمكن ماتشين او اكثر. تمام لعب 4 ماتشات، ماتش ذهاب وماتش عوده وماتش ذهاب وماتش عوده. فيعني انا شايف ان الاهلي له نكهه مختلفه وصوره مختلفه عن الموسم اللي فات، اللي هو كان موسم عصيب جدا بسبب يعني نتذكر بسبب كم الاصابات اللي كان موجود وارتباك المسابقه يعني، اللي هو خلى اداره الاهلي المره دي تكون يقظه جدا من الخطوه الاولى ان ترفض هذا يعني الهزل في اداره مسابقه الدوري. وكان لها وقفتها القويه اللي كلنا عارفينها. وهذا التاجيل يعني التاجيل من الجوله الرابعه من الجوله الخامسه. الاهلي ما لعبش الجوله الرابعه. الاهلي لعب 3 جولات اعتقد يعني. الاهلي لعب 3 جولات، التاجيل بدا من 5 ان بالنسبه لكل الانديه يعني. في انديه لعبت 4 وفي انديه ما لعبتش، فبالتالي اتلعب تقريبا نص اسبوع من الاسبوع الرابع السابق. لا دي وقفه كان لابد منها. صح الوقفه دي كان لابد منها لضبط ايقاع المسابقه، لان احنا مش هنقعد نكرر كل موسم نقول عايزين دوري منتظم وعايزين نحس ان في مسابقه. وعلى فكره ده بيأثر على منتخب مصر على فكره يعني. يعني عدم الانتظام والارباك اللي بيحصل للاجهزه الفنيه. انا وصلت بالفرقه لليفل معين من اللياقه والاعداد الفني والبدني وبتاع، وبعدين اروح مدخلهم في راحه اجباريه وبعد يعني. فانا بجهز نفسي للفرقه كذا، الاقي نفسي بلعب مع فرقه ثانيه يعني. ده كلام مش لذيذ يعني. فبالتالي يعني لا المدربين مبسوطين ولا الجماهير اللي مش موجوده اصلا في المدرجات مبسوطه، ولا احنا قدام التلفزيون. هنقول الجماهير اللي في البيوت. ولا احنا يعني كنقاد يعني فقدنا الحس بالمنافسه فيعني كل ده وقال الله في عون المسؤولين يعني. احنا يعني فاداره الاهلي يعني تشكر على وقفتها دي رغم ان البعض انتقدها وفهم الرساله غلط.
وانا شايف ان كانت الرساله واضحه جدا ومفهومه. احنا عايزين دوري كويس، دوري منتظم، مش عقده يعني ولا حدوته كبيره قوي. الدنيا كلها اصغر مننا يعني، منتظمين وماشيين زي الفل. المشكله ان احنا نبقى نفس الحكايه يعني. ف يعني الساده المسؤولين في اتحاد الكوره وفي كل الجهات المعنيه لازم يفهموا الرساله دي، ان الدوري ده هو روح الرياضه المصريه على فكره يعني. من الكوره هي يعني زاد وزواد شباب كتير جدا. الكوره هي قاطره الرياضه المصريه بصفه عامه. فيعني لما يبقى في هذا الارتباك تبقى الصوره الذهنيه مش كويسه عن الرياضه المصريه. ان شاء الله انا شايف ان الاهلي بقول ان هو ادى شكل جديد مع الموسم الجديد بصفقاته الجديده، بتقلص نسبه او قائمه الاصابات يعني الى حد ما. ان شاء الله تفضل كده على طول الى حد ما، لو ان طبعا في اصابات. انا طبعا قلبي مع محمد محمود الحمد لله يعني، عمل العمليه تمام يعني، اراده زي الفل والحديد، عنده ثقه يقين بالله. وانا يعني انا كتبت له مقال مخصوص وهو شخصيا، لان انا هذا اللاعب يعني انا متعاطف معاه مع الحاله اللي هو فيها، وهي ابتلاء من ربنا يعني سبحانه وتعالى طبعا. يعني ان هو صليبي وقبل ما يخش في ماتش واحد بس بعد 9 شهور يجي له صليبي ثاني، يعني حدوته تراجيديه جامده جدا. فانما ان شاء الله هو صغير السن وموهبه ويقدر يرجع بقوه ان شاء الله. ولو نظر في محمد محمود، لو نظر في قصه الاخرين من نجوم الكره في العالم كله، هيلاقي مثل حالته ويقدر يعني ياخدها يعني دافع له ان هو يرجع بقوه ان شاء الله. الاهلي ان شاء الله راجع بقوه، والموسم ده انا اتوقع له المزيد من البطولات وعلى راسها بطوله افريقيا ان شاء الله. حبيتش اقطع كلام حضرتك، لكن عايز اخد من كلام حضرتك جمله حضرتك قلتها في البدايه، هو ان الاهلي ليه طعم مختلف الموسم ده. ليه حضرتك تفتكر ان الاهلي مختلف عن الموسم الماضي وقبل الماضي؟ في البدايه دايما بنقول ان البدايه بتكون متعثره بعض الشيء، لكن الاهلي بدا في مباراه السوبر المحلي امام الزمالك بفوز 3-2، ولولا الاصابتين اللي كانوا موجودين في خط الدفاع سواء ياسر ابراهيم او محمود متولي، اعتقد ان الاهلي على الاقل كان حافظ على فارق الاهداف. ثم مباريات الدوري الاهلي بيفوز بنتائج كبيره على منافسين اقوياء زي الانتاج الحربي، اسوان طبعا على ملعبه الساعه 3 العصر ده درجه حراره شديده جدا. لكن ايه حضرتك اللي شايفه مخلى النادي الاهلي طعم مختلف الموسم ده؟ اقول لك على حاجه ما تستغربهاش. لا، الخساره ده صن داونز، خساره امام صن داونز. يعني ده احساس الشخصي وتقدير الشخصي، ان دي فوقت يعني فوقت عدد كبير جدا او فوقت الفريق ككل يعني، ان يعني الاهلي خسر بطوله وخسرها بشكل وحش، بطوله لقب كبير فوقتهم مع ان هم يكونوا افضل في الموسم الجديد. والاداره انتبهت ان في بعض الثغرات وفي بعض النقاط اللي هم يعني بعض الامور اللي لازم الفريق يعني يتم التعويض فيها وتحسين شكل بعض الخطوط. يعني دي امور يعني اداره الاهلي كانت واعيه جدا فيها، واستطاعت ان هي تستوعب الموقف كله. فاقدم الفريق دخل على الموسم بشكل جديد. ال فايلر او ريني فايلر كان تحدي اخر يعني. طب ممكن اقف مع حضرتك عند الحته دي وتقول لي رايك، وحضرتك يا استاذ سامي كتبت ايه او تناولت موضوع فايلر ازاي؟ والاهلي تعاقد مع مدير فني ممكن ما يكونش معروف بالنسبه لنا، لكن راجل كان موجود في الدوري البلجيكي وماسك اكبر الانديه اللي موجوده في بلجيكا عند اللخت، فاكيد كان احساس ليه يعني نتيجتين، يا اما النادي الاهلي هيجرب واحنا ونصيبنا، يا اما حضرتك واثق في اختيار النادي الاهلي واختيار اللجنه الفنيه كابتن طه اسماعيل كابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو على راسهم الكابتن محمود الخطيب. بصراحه حضرتك كنت مايل لانهي اتجاه؟ بصراحه انا هقول لك الاول اللي انا كتبت عنه الاسبوع اللي فات مقال تمام، عنوان الراجل ده هيجنني، الراجل ده هيجنني، واقول لك ليه هيجنني. بس انا طبعا من البدايه خالص كتبت برضو اول ما جه فايلر ان هو طبعا شخصيه مش معروفه، فقلت ان مانويل جوزيه ما كانش معروف تمام، فرانك لامبرد مع تشيلسي ما مسكش كل فرق العالم. يعني جبنا
كان عندنا مثلا تمام. انا بس بحاول اتذكر مع جبنا المدير الفني الهولندي صاحب التاريخ الطويل مثلا. يعني في لعيبه يعني بتختفي من الملاعب وبعدين تفاجئ ان هي جوهره يعني في لافيو تمام. ففي يعني محتاجه صبر محتاجه صبر محتاجه استكشاف وبعدين يعني الراجل ده جاي على نادي بطولات معياره الوحيد ان هو يكون قادر على هذه البطولات. طب هو الراجل لحد دلوقتي بيقول لنا انا اهو يعني بكل صراحه وصدق. عشان كده بقول يعني الاداره كانت واعيه جدا في اختيار عنصر جديد عنده كره حلوه او عنده فكر يقدر يقدمه للعيبه بتاعته. لعيبه كبار مش سهلين واستكشاف شخصيه فايلر دي كانت نقطة أصعب حاجة يعني دي مهمة جدا لأن فرق النجوم بالذات وفي الفرق الكبيرة بتبقى محتاجة شخصية ودي مسألة معروفة يعني مش محتاجة فاتي يعني فبتبقى محتاجة شخصية حقيقية قوية جدا. الراجل ثابت في الملعب جه وعارف أن موجة النقد الشديدة جدا عليه من مجرد وصوله في مطار القاهرة فيعني وصلت له كل الرسائل السلبية وكان ثابت وقادر ان هو يتعامل مع الموقف بذكاء عالي جدا. دي في حد ذاتها تثبت ان فايلر ده مش قليل يعني وان هو مع في محاضراته مع اللعيبه طبعا دي بتبقى اوض مغلقه بس بتبان ان في ادارته للمباراه شكلها ايه يعني. فطبعا انا بشوفه ان هو مدرب جدا وادانا كوره دي نقطه انما ادانا كمان معايير تثبت ان هو اختيار الصح. مش انفعالي ودي نقطه مهمه جدا يعني لا بيروح مع قرار حكم مش صح ولا بتاع ولا بيغضب ولا بيفرح زياده حتى ما بيجيب هدف ولا فرقته بتجيب هدف ولا بيحصل انتصار. عقلاني جدا ودي نقطه مهمه جدا بتنعكس على اللعيبه نفسها. فطبعا اختياره من لجنة التخطيط كان اختيار موفق. المعيار طبعا في الآخر هيكون ايه البطولة او البطولات يعني النادي الاهلي مطالب بيها يعني. انما انا شايف ان السكة مفتوحة قدامه وهو قادر ان هو اذا اراد انه يعمر كما عمر مانويل جوزيه مع النادي الاهلي يعني. طيب رأي حضرتك في قراره يمكن بيتم دراسته في الوقت الحالي. احنا قريناه على مواقع التواصل الاجتماعي قريناه واعتقد ان هو ممكن يتم تنفيذه الفتره اللي جايه. عايز اخد راي حضرتك فيه ان السرفايلر تقريبا بيفكر في قرار وهو يعني وضع ساتر على ملعب مختار التتش بالكامل علشان يحجب الرؤيه عن المتفرجين وبالتالي يكون في سريه تامه. طبعا وجود الصحفيين ده امر ممكن يعني يتم تنسيقه بعدم وجود صحفيين لكن اكيد طبعا في بعض الصحفيين اعضاء في النادي الاهلي فممكن يفكر ان هم ممكن يعرفوا يخشوا يتفرجوا. القرار ده يعني حضرتك شايفه عامل ازاي بالنسبه لمصلحه النادي الاهلي طبعا بالنسبه للساده الزملاء المحترمين الصحفيين اكيد مش هيكون حابين هذا القرار لكن اكيد مش كل الوقت هيكون الستائر دي او الساتر ده موجود في بعض التمرينات اكيد يعني هيفضل ان التمرين يكون سري تماما حفاظا على سريه التكتيك وسريه طريقه اللعب وسريه طرق التدريبات. هل حضرتك شايف ان القرار ده مفيد للنادي الاهلي ولا مضر للناحيه الصحفيه ولا هو مرضي لجميع الاطراف على حسب تنسيقه؟ هو له جانبين تمام. الجانب الاولاني ان كل اوروبا لها ملاعبها المغلقه. ده حضرتك فين بقى ملاعبهم دايما بيختاروا حته بعيد عن كل الناس بالظبط غير مأهوله يعني بالظبط يعني هو ملعب وغرفه خلع ملابس وشكرا. ال 90 دقيقه او ال 120 دقيقه اللي بيقعدها المدرب مع لعيبته كلها تركيز ودقيقه ليها قيمه عاليه جدا. الدقيقه الواحده يعني ليها قيمه عاليه جدا فده موجود في الخارج وممكن هو ناقل الثقافه دي عايز ينقلها للنادي الاهلي. فطبعا دي مش غريبه بالنسبه له انما هتبقى غريبه جدا لجماهير النادي الاهلي وصحفيين اللي عاملين في النادي الاهلي وغير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي اللي يعني بيجدوا متعه ان هم يشوفوا نجومهم وهم اعضاء متواجدين يشوفوهم هم داخلين يعني يعني هتبقى صعبه شويه. انما هل في حلول اخرى
اذا ممكن تنسيق ما بين الجهاز الفني والجانب الصحفي يعني والاعلامي مثلا، يعني مساله فيها تنسيق، ويبقى مثلا ليهم مكان في مدرجات ممكن اول ربع ساعه زي ما بيعملوا مره كده مثلا. يعني اكيد ليها حل طبعا، يعني في وسيله لو هو شايف ان ده لصالح الفرقه، يعني هي جديده على ملاعبنا، بس جديده علشان خاطر حضرتك احنا ما عندناش خصوصيه في الملاعب اللي موجوده. ما فيش خصوصيه خالص نهائيا، يعني كلنا طول عمرنا بنتفرج على التمرين براحتنا من ناحيه دي من اي حته، واحيانا كمان بنقرب للعيبه ونسلم على ده ونصور مع ده، فطبعا كل ده من بره السور، فانما برضه كله متشاف، يعني كله متشاف اذا كان هناك جمله بتتعمل شيء من هذا القبيل، انما هتبقى مزعجه جدا للزملاء الاعلاميين والصحفيين. ف انا مش عارف يعني هيوصل فين فيها فايلر مع الاداره ان هو يقدر يقنعهم او يقبل بما هو قائم على اساس ان ده موجود من قديم قديم الازل. هو عايش عليه، يعني هو في اوروبا طبيعي جدا ان ملعب التدريب بعيد عن كل يعني جمهور صحفي، مفيش تواصل، عشان حضرتك عارف مدى بعد الملعب ومدى الخصوصيه. ولو ان طبعا انا لو هقدم اقتراح فيه اقتراح اخر، يعني زي عندنا ملاعب الشيخ زايد مثلا يروح يعمل فيها تدريبات. عارف حضرتك فكرت فيها قلت ايه؟ طب اللي ساكن في التجمع ذنبه ايه؟ ما فيش ذنب بقى، انت راجل لعيب محترف، انت لعيب محترف. مش قصدي والله، انا قلت كده فكرت فيها قلت يمكن، طب احنا لو الاهلي اخذ ملعب مثلا في التجمع، طب اللي ساكن في الشيخ زايد؟ عارف حضرتك بفكر كمان في السواقه، في مسافه السواقه في مستهلكه في مصر، يركب مترو بقى كان لا حضرتك بالظبط عارف حضرتك مستهلكه جدا بره، ممكن يكون الملعب بعيد 40 كيلو او 30 كيلو عن العاصمه، في الضواحي كله في الملعب الضواحي، وبالتالي ان ال30 كيلو بتاخدهم في ربع ساعه الدنيا بتبقى فاضيه وما عندكش مشكله، لكن بما ان احنا هنا في العاصمه وان القاهره مزدحمه جدا فالامور بتبقى صعبه شويه، الدنيا ممكن تمطر والدنيا الدنيا توقف واللعيبه ما بتروحش وبتجري لحد الملعب، حاجات كتيره يعني. طيب عايز اخد راي حضرتك في مجموعه الاهلي الافريقيه، احنا يعني بنستعد خلاص، يعتبر دخلنا في شهر نوفمبر والاهلي عنده استعداد قوي لمباراه النجم الساحلي ان شاء الله اللي هتكون في تونس بنهايه الشهر الجاري اللي هو نوفمبر اللي احنا هنبدا فيه ان شاء الله، يعني احنا لسه في اكتوبر بس احنا يعتبر دخلنا في نوفمبر. هل حضرتك شايف ان في مصلحه النادي الاهلي ان هو يقع في مجموعه قويه حتى يتبين لجمهور الاهلي ويتبين لمستر ريني فايلر مدى قوه اللعيبه اللي موجوده معاه في المنافسه على اللقب الافريقي، ولا الاهلي في مجموعه قويه وممكن يعني الاهلي يحتاج وقت علشان يتاقلم مع الوضع الجديد اللي موجود فيه المدير الفني باللعيبه اللي موجوده جديده، وبالتالي ممكن المجموعه تكون صعبه على النادي الاهلي؟ انا يعني مش ممكن تكون صعبه لان كل المجموعات صعبه. تمام ده واحد. دي يعني وده ما دور اسال عشان اسمع الاجابه دي من حضرتك. وده دور المجموعات، يعني احنا الاهلي يعني عاشق لهذه البطوله و ثمانية ألقاب قبل كده، فيعني يعني حابب هذه البطولة، واحنا يعني عندنا شكينا فيها في الأهلي تشك فيها في البطولة النسخة الماضية الأخير، فحريص جدا إن هو يعني ما يبصش بقى لقوة الخصم أو ضعفه، إن دي مسألة أنا يعني شيء اللي مخليني مرتاح للأهلي وكل أنديتنا إن ابتدت حتة الانتصارات الخارجية دي تبقى شغالة، ودي نقطة مهمة قوي، عامل مهم جدا يعني. فدي بتدي ثقة عالية للبطل، الفريق البطل فعلا لازم يكون بيلعب على الفوز في الخارج، يعني دي حسابات منتهية يعني. هل 2019 يا أستاذ سامي ممكن يكون فيها حسابات فوز في الخارج أو 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 التعادل أو المكسب، ولا خلاص ما بقاش في فوارق ما بين الفرق بينها وبين بعضها، وبالتالي ممكن أي حد يفوز على أي ملعب سواء داخلي أو خارجي؟ بالظبط، هو ده المفهوم اللي يجب أن يسود ويبقى في عقلية كل لاعبتنا ومجهزاتنا الفنية، ان انت بتلعب بقوة في الخارج، وده يعني مش هنقول ان هو مفيد لمنتخبنا كمان، يعني ان بتولد عنده عند لاعبتنا الثقة، خصوصا معظم لاعبة المنتخب بتبقى من النادي الاهلي، فطبعا انا شايف ان الاستهلال البطولة مع النجم الساحلي ده لصالح الاهلي مش ضده، يعني كمان النجم الساحلي فريق عظيم وكبير جدا، وصحيح الاهلي له يعني قفزات على في مسيرته مع النجم الساحلي تحديدا في تونس انما برضه لا يستهان بهذا الفريق طبعا على الاطلاق، طبعا فريق بطل برضه،
وانا شايف ان زي ما مجموعه الاهلي صعبه المجاميع الاخرى صعبه برضو، ولازم الاهلي يستمر في مسيرته بقوه. وفي نقطه مهمه سمر، ان هذا التوقف اللي في الدوري جاء في الوقت المناسب حقيقه، يعني رغم ان الاهلي ما كانش راغب فيه نهائيا انما جاء في الوقت المناسب، لانه بيدي ريني فايلر فرصه انه يتعرف على لعيبته بشكل يعني اكبر كتير، خصوصا في معسكر الامارات من بكره ان شاء الله، من بعد بكره ان شاء الله يوم الخميس، من يوم الخميس. وفي نفس الوقت يحصل استشفاء للعيبه المجهده جدا من الموسم اللي فات، و اللعيبه مش يعني هتظل مجهده، اللعيبه اللي مع المنتخب الوطني هيسافروا يقعدوا 5 ايام او 4 ايام ويرجعوا علشان يكونوا موجودين في معسكر المنتخب ان شاء الله يوم 5. وده انما برضو دي نقطه مهمه جدا، ان يحصل تقارب بين المدرب واللعيبه اكتر والعناصر الجديده، ويذاكر الراجل ياخد فرصه انه يذاكر فرقه في المجموعه الافريقيه، مجموعته المجموعه الاولى، فده اظن هي الاولى. تمام. فده شيء مهم جدا، ان يعني الفتره الجايه دي الاهلي يمشي بتكنيك عالي للوصول الى ان شاء الله يبقى صداره المجموعه، ومنه الى الادوار الثانيه ان شاء الله. حضرتك اتكلمت على فائده التوقف، انا كنت عايز اروح مع حضرتك لحته المعسكر لكن حضرتك سبقتني فيها. لكن عايز اعرف راي حضرتك، هل ممكن المعسكر كمان يكون مفيد بالنسبه للعيبه اللي بعيده عن الماتشات الاساسيه في الفتره الاخيره، ان هي يعني تعطي اوراق اعتمادها لريني فايلر علشان يكون ليها مكان الفتره اللي جايه، ولا حضرتك شايف من خلال الماتشات اللي لعبها مستر ريني فايلر مع الاهلي عنده عدد من اللعيبه محدد، وبالتالي هو مش هيغير بره الاطار اللي باني عليه القائم الرئيسي، وحتى اللعيبه اللي بتكون موجوده حتى مع سياسه تدوير اللعيبه اللي انا هاجي لحضرتك فيها بعد المنقطع. وانا شايف انه راجل عادل جدا، هو بدا فعلا في سياسه تدوير اللعيبه من البدايه خالص، لانه هو جه في يعني بعد فتره الاعداد تقريبا واستهلال الموسم، فطبعا كان قدامه ان هو امرين مهمين جدا، ان هو يعني ما يزودش حاله الاجهاد عند اللعيبه من الموسم اللي فات، وفي نفس الوقت يستكشف عناصر جديده، عايز يشوف الكل ويعرف ده فين وموقعه ايه من الاعراب في داخل الفرقه، وعشان ما يبقاش في حد منهم حاسس بظلم ما. فدي نقطه كانت مهمه جدا، وطبعا عنده الفرصه في معسكر الامارات انه يشوف ده كتير، ويتابع في نفس الوقت يعني عناصره في المنتخبين الاولمبي والاول، يعني هو مطمئن بدليل اختيارهم. فان شاء الله يعني انا شايف انه كل لاعب ما خدش فرصته، الفرصه موجوده، موسم طويل، والراجل عنده يعني فكر منفتح، يعني ما مش شرط انه بيسمي فلان في المركز ده بشكل نهائي، لا، في البديل بتاعه او اللي زيه بالظبط موجود برضه وهياخد الفرصه، فيعني لازم يكون على نفس القدر من الجاهزيه يعني. فبالتالي انا شايف ان مفيش يعني ازمات قوي في زي الموسم الماضي في بعض المراكز، كانت بالتحديد مراكز في الدفاع في الوسط وفي مراكز في الهجوم كان في مشاكل كتيره. الحته دي يعني اتعالجت الى حد كبير جدا بتجهيز كل اللعيبه، وان تحمسهم ان هم يبقوا موجودين على زي ما هو موجود على الدكه، لا، يبقى موجود داخل المستطيل في نفس اللحظه. يعني اخر مقال حضرتك كتبته للجمهور تفتكر كان امتى في النوم ولا لا؟ نازل بكره. طب والله انا بسال من غير ما حد يقول لي، والله انا كمان ما قلتلوش، والله عشان حضرتك تعرف بس ان انا ايه يعني الحمد لله في قراءه الافكار جيده. طيب بكره المقال فيه ايه؟ انا كاتب شروط عوده الجماهير، وده السؤال اللي عايز اساله لحضرتك. يعني اهو بص عليك، انا كاتبه شروط والمعايير والاسس اللي ممكن من خلالها نرجع الجمهور. انا كاتب شروط عوده الجماهير. يعني احنا ناخد من البطوله الافريقيه اللي بعد ايام، والغياب يعني ناخد الاثنين، والغياب اللي موجود يعني الجماهير في كل الـ4 جولات اللي اتلعبوا شيء ممل جدا، كان
مأساوي يعني بالنسبه لنا. يعني انا شخصيا بالنسبه لنا شخصيا انا اشوف المدرجات فاضيه كده ولا اشوف ماتش الاهلي بيلعب في افريقيا ولا المصري بيلعب في 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 الكونفدراليه وفي 4-5 آلاف واحد وبتاع، يعني ده شيء مش لذيذ. فطبعا احنا ناخد كل الكلام ده ونحطه مع بعضه كده ونقول ليه، يعني ده محور المقال بتاعه، بنقول ليه يعني. طب انا بشوف ان الدولة حريصة جدا على عودة الجماهير، تمام، وانا عندي معلومات شخصيا ان يعني ان الجماهير ان العودة تقترب، بس برضه في ضوابط من دولة منتظرة ان تحس ان الجمهور على قدر المسؤولية. مش حاسس حضرتك ان ممكن الجمهور قدم اوراق اعتماده في ماتش السوبر الاخير بين الاهلي والزمالك 5000 و5000 وبالتالي ما كانش فيه اي مشاكل والمباراه خرجت بشكل لائق؟ في نقاط ايجابيه، في نقاط ايجابيه بس كمان في طب ايه السلب؟ السلب بقى انا شايفه، انا مش شايفه مش في يعني بعض الشيء في المدرجات، بس في نفس المباراه اللي حضرتك بتقول عليها اللي مباراه السوبر في قدر من العقوبات كبير جدا على جماهير النادي فرقتين الناديين، برضه الخروج بهتافات غير لائقه من هنا او من هنا. البعض هتقدر حضرتك تحكم الهتافات اللي موجوده في الجمهور؟ ما انا جاي اقول لكم يعني دي الهتافات دي قدامها عقوبات، تمام، الخروج عن الروح الرياضيه قدامها عقوبات، لكن حاله الاحتقان اللي انا هي دي الشرط الاساسي اللي بقى في مواقع التواصل الاجتماعي وفي تصريحات، هي مش تواصل اجتماعي الصراحه، وفي خراب اجتماعي، ما انا جاي تواصل اجتماعي وخراب اجتماعي وبعض يعني الخروج عن نصب بعض البرامج او شيء من هذا القبيل، ده بقى عادي. فيعني ده بيشعل الامور اكتر، يعني احنا عمالين يعني بنقول يا رب ان جماهيرنا ترجع والاجواء، لازم نهيئ الجماهير مطالبه والمسؤولين في الانديه مطالب مع بعض، ده الشرط الاساسي ان هم هيئوا الاجواء لعوده الجماهير عشان يبقى القرار في محله ويكون يعني عوده قويه، تكون عوده جماهير مش عوده متوتره او خايفه او شيء ما، يعني 3000 و2000 والكلام ده، يعني هو طبعا له اسبابه، يعني يعني انا بحترم هذه الاسباب، بس طبعا احنا عايزين نخلص من هذه الاسباب اللي بتدفع للقلق والتوتر يعني. فان شاء الله انا شايف ان الجماهير قدامها فرصه كبيره جدا ان هي تقدم السبت زي ما قلنا برضه في اول حلقه عشان تلاقي الحد، ان هي تكون اكثر انضباطا في كل حته. انا حضرتك بحب ادافع شويه عن الجمهور، يعني معلش عشان كده هقول لحضرتك انا. طب ما الجمهور قدم في بطوله افريقيا، ما احنا نوصل بقى النقطه ايه طب هل ده دور اللجنه الخماسيه اللي موجوده او دور الاتحاد المصري لكره القدم ان هو يسعى لحل ازمه الجمهور، ولا حضرتك شايف ان هي بالتنسيق مع الجهات الامنيه بما انهم عندهم رؤيه افضل؟ لا طبعا اللجنه اللي هي قائمه بعمل مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه الاستاذ الجنايني عمرو الجنايني مطالبه ان هي تتواصل مع الجهات المعنيه لبحث هذا الملف بشجاعه، لو وصلت الامر ان هي تستعين بالمسؤولين في الانديه القيادات الموجوده في الانديه المشكله، انما لازم نوصل لمدخل للموضوع ده، مدخل امن، احنا يعني عايزين حضور امن مش حضور يدفعنا للقلق مره اخرى يعني. يعني فبالتالي انت بتقول ان الجمهور في كاس الامم الافريقيه كان حاجه جميله وده حقيقه، بس طبعا احنا بنتكلم نحط خط تحت مباراه التنافسيه في الدوري، يعني يعني النهارده نفترض ان شاء الله الاهلي يلعب نهائي افريقيا ان شاء الله، لو انه طبعا ده هيكون بره، لما طبعا انا اتوقع لو هو في استاد القاهره هتميل استاد القاهره، خلاص الاهلي يوصل ان شاء الله لقبل النهائي في استاد القاهره علشان نشوف عدد كبير من الجمهور، هنشوف 70-80 ألف ان شاء الله. انما المباراه التنافسيه في الدوري دي اللي بتسبب فيها قلق شويه، لان طبعا الاجواء مش لطيفه، احنا عايزين ناس تحس بالمسؤوليه شويه وتهدي جماهيرها، ده اللي مطلوب. بس خلي بال حضرتك ان الاتحاد الافريقي كان من شروطه لما فريق يوصل لنهائي البطوله الافريقيه لازم يكون في عدد من الجمهور محدد
بسبب شروط البطوله، لكن قبل النهائي مفيش شروط. بالظبط. وبالتالي ممكن الاهلي ان شاء الله لما ربنا يكرمه يوصل قبل النهائي، فممكن ما نشوفش جمهور لو الامر لا تم. يعني بقول عليك لو مشي في السياق ده، لكن انا اتمنى ان زي ما حضرتك اتكلمت وقلت ان يعني يكون في دور من اللجنه الخماسيه مع اللجان المعنيه علشان تقنع الامن بوجود الجمهور حتى لو هم هيتحملوا المسؤوليه. بالظبط. طيب. ده دور مهم قوي. عايز اسال حضرتك عشان انا مش عايز ان انا اتكلم كتير، عايز اعرف راي حضرتك في اللجنه الخماسيه ودورها تجاه بطوله الدوري المصري الممتاز قبل ما نروح يعني معاك، ودورها مع المنتخب والمنتخب الاولمبي، لكن خلينا في الدوري الممتاز. رايك في اداء اللجنه الخماسيه، وهل حضرتك ليك مطالب بتطلبها منهم من خلال وجود حضرتك معانا، ممكن صوت حضرتك يوصل وبالتالي نستفيد من راي حضرتك ووجهه نظرك؟ طبعا اللجنه الخماسيه جت في ظروف صعبه شويه. تمام. وهي طبعا الخبرات لديها قليله، وده يعني شيء ما يعيبش الساده الاعضاء اللي فيها برئاسه الاستاذ عمرو جريني. الخبرات الاداريه في اداره كره القدم مؤسسه كبيره زي اتحاد الكوره قليله الى حد ما. كان اتوقع انه كان يبقى في اداره تنفيذيه مساعده على اعلى مستوى، وكذلك اللجان النوعيه الموجوده داخل الاتحاد عشان ما يبقاش كله جديد. ده رايي الشخصي برضو مع احترامي لكل اللي موجودين، ان ما يبقاش كل اللي دخل مع اللجنه الخماسيه جديد في جديد. احنا والله انا بقول احنا نفسنا ان يكون المجلس اداره اتحاد الكره القادم كله جديد في جديد، ونخلص من الاسماء القديمه بقى اللي هي يعني كبلتنا واحبطتنا كتير. بس الاداره التنفيذيه كمان لازم يكون عندها خبرات كافيه. يعني نقطه اتفضل. انا سمعت ان احتمال او خلاص هيتم الاعلان في مؤتمر صحفي عن تقليص عدد الانديه اللي ليها حق تصويت في الجمعيه العموميه. ايوه. تقريبا 106 نادي هيكون ليهم حق تصويت. آه. دوري الممتاز ودوري الدرجه الثانيه وبعض الانديه في الدرجه الثالثه. رأي حضرتك في القرار ده؟ القرار ده اتجمد فعلا. يعني القرار ده انا سمعت انه هيتم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي. هو كان اعلن في اتحاد الكوره بس في مؤتمر صحفي هيتم الاعلان عنه بشكل رسمي. كان اعلن في اتحاد الكوره وكان في جمعيه عموميه المفروض بكره. تمام. 30 بكره؟ 30 فكان في اتجمدت الجمعيه العموميه لان اللجنه الاولمبيه شافت ان ده المعايير لاختيار الانديه بتاعت الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره مش مظبوطه. طيب هل ممكن يتم الموافقه بيه وان هم ينفذوا القرار ده؟ لازم يعني المسارات القانونيه بقى مع اللجنه الاولمبيه تكون. هي دي النقطه المهمه قوي. يعني ايه حضرتك لو الموضوع ده مشي؟ ايه راي حضرتك؟ لا هي محتاجه. محتاجه يبقى كده. محتاجه يعني انك مع ولا ضد القرار ده؟ لو مع تماما. مع تماما يعني يعني التوسع في ضم اعضاء جمعيه عموميه في اتحاد الكوره دي مش حاجه مش مظبوطه، لان الدنيا يعني الدنيا بتفك. حضرتك يعني عارف الواحد بيفكر فيها ان في اعضاء مجلس اداره بينزلوا انتخابات، ممكن انديه الدرجه الثالثه والرابعه ينجحوهم بس بتكتلات. تكتلات انتخابيه. لكن دلوقتي لو 106 صوت اعتقد ان كل عضو لازم يخش ال 106 نادي علشان يقنعهم ببرنامجه ووجهه نظره، صح كده؟ طبعا. لحد كل ما تقلصت الاعداد كل ما كانت الافرازات في عناصر في خلال الانتخابات افضل. وخفت يعني قوه التكتلات الاقليميه اللي هي الصعيد يقول لك بحري وال يعني كده يعني ودي طبعا. موجوده يعني احنا مش بنسخر من حد. لا لا خالص بالعكس. الكل له احترام. صح. يعني حقيقي. طبعا فطبعا دي التكتلات يعني بتفرز في الاخر يعني برضه ليها اعتبارات وليها معايير وليها مقامات، فاحنا مش عايزين هذا الكلام. عايزين فعلا نتمنى ان المذكره بتاعه تقليص عدد الانديه اعضاء الجمعيه العموميه تاخد سكتها وتوصل ان هي تكون واقع موجود، وده ما يزعلش حد. يعني هم من ضمن المعايير الموجوده عشان اكون نادي عضو جمعيه عموميه ان يكون ليا قدر معين من الانشطه في اللعبه، ومهتم بالناشئين ومهتم بالفريق بالقطاعات الاولى المتقدمه، ويعني وعندي ملاعب معترف بيها. كل الكلام ده مهم جدا. في معايير. معظم الانديه للاسف الشديد ما عندهاش الحاجات دي، فبالتالي بتخش بالاسم بس
ومواءمة من هنا ومن هنا ويبقى لها صوت. فطبعا الكرة المصرية محتاجة تكون أكثر عصريا يعني. أستاذ سامي، منتخب مصر الأول وتجربته الأولى أمام يعني كانت بوتسوانا مع كابتن حسام البدري والفوز بنتيجة 1-0 في أولى التجارب الرسمية الودية مع كابتن حسام، مع حضرتك راضي عن الأداء المنتخب الوطني ولا هي بداية تعارف؟ وفي البداية التعارف بيكون في بعض الأمور الصعبة، هل ده هيتلاشى في اللقائين إن شاء الله اللي هيكونوا يعني أمام جزر القمر إن شاء الله، واحدة منهم في تصفيات أمم أوكينيا في أمم أفريقيا أو تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة بوجود لعيبة من اختيار الكابتن حسام البدري، توسع قاعدة الاختيارات، وقال لحضرتك شايف أن لسه إحنا في فترة تعارف؟ طبعا مباراة بوتسوانا نذكر أن هي كانت أول تجمع لمنتخب مصر بعد كأس الأمم الأفريقية حقيقي مع أجيري. تمام. وطبعا كان في حالة إحباط عنيفة جدا وشديدة وقلة ثقة في لاعبتنا وانتاجيتهم في الملعب. فطبعا يعني كابتن حسام البدري جاء في ظروف صعبه ومعقده وقدر يعني هو عايز طبعا الراجل متمرس بطولات مع النادي الاهلي دي لازم تخش في رصيده وحسابه، فهو عارف ازاي يصنع بطوله ويهمه جدا ان هو يفوق يزيل الصوره السلبيه عن منتخب مصر. طبعا هو اختار عدد كبير جدا من اللعيبه وكان بيستكشف في مباراه بوتسوانا دي عدد، وهو حتى في المعسكر الجديد اللي هو يعني بدا اختار 32 لعيب. يعني اي واحد يعني موضوع يقول لك 32 لعيب بيعمل بيهم ايه؟ وهو برضه بيدور على القماشه الجديده الشابه المواهب، وفي ظل ان المنتخب برضه الاولمبي واخد عدد من ممكن كان صح. ممكن عناصر ممكن تبقى المنتخب الاول، فيعني بيستكشف لسه، هو بيستكشف. اتمنى ان يعني مباراتين بتوع كينيا وبتسوانا عفوا كينيا وجزر القمر ما يكونوش ضمن حاله الاستكشاف، لان دي في بدايه تصفيات المجموعه بتاعته كاس الامم الافريقيه لتاهل كاس الامم الافريقيه الكاميرون 2021، ويكون فعلا قدر يوصل لتوليفة صح أو التوليفة المناسبة للمرحلة الجاية دي. يعني احنا طبعا جزر القمر وكينيا مش المستويات العالية جدا، لكن في نفس الوقت لا يستهان بيهم بأي حال من الأحوال. لازم ان هو يعني يكون أسرع في استكشاف خطوطه العريضة داخل لمنتخب مصر، ويعرف هو عايز ايه بالظبط من سواء من طبعا احنا عارفين انه عايز ايه، هو عايز يوصل البطولة دي وينافس عليها، لكن طبعا لازم الادوات بتاعته تكون تحت ايده ويستقر عليها. واذا كان الامر محتاج ان هو يعني يستبعد عنصر ما شايفه انه مش مناسب يبقى ما فيش مشكلة خالص، والإعلام يؤيده في ذلك، ولا يعني ما يدخلوش في جدل اختار ده وما اختارش ده، لأن دي بتربك الدنيا. أنا بالمناسبة يعني أنا شايف إن هو كمان من حظه إن هو هيتفرج على لعبة المنتخب الأولمبي في بطولة رسمية، وهيفرز على الأقل 4-5 لعيبة ممكن يبقوا برضه منتخب مصر، منهم نجم الاهلي رمضان صبحي اتوقع له ذلك يعني. وانا عايز اشيد بهذا اللاعب اللي على فكره يحسب لفايلر ان هو غير كتير من ملامحه في الملعب. فيعني حسام البدري عنده فرصه ان هو يعني ياخذ ثمره منتخب الاولمبي في الفتره الجايه ويدعم بيها منتخب مصر الاول. انا شايف ان شاء الله المرحله الجايه هتكون كثير من الخطوات الايجابيه للكره المصريه مع حسام البدري وشوقي غريب. الشاره ازمه الشاره في منتخب مصر ما بين محمد صلاح واحمد فتحي بسبب الجهاز الفني للمنتخب الوطني مش بسبب ان الاثنين لعيبه بيتخانقوا على الشاره، لا ده ازمه افتعلها مع كامل الاحترام والتقدير الجهاز الفني لمنتخب مصر حتى في التفكير انه يعطي الشاره لمحمد صلاح في وجود احمد فتحي. الكثير والكثير والكثير اختلف مع
مع الجهاز الفني والجمهور قال كلمته ان احمد فتحي هو الاحق بالشاره بالرغم من انجازات محمد صلاح مع ليفربول، لكن التاريخ الوطني الكبير لاحمد فتحي يشفع له بذلك. حتى لما جيت سالت بعض الضيوف قلت له طب حتى لاحمد فتحي مش موجود ممكن صلاح يكون القائد، بعض منهم قال لي عبد الله سعيد ممكن يكون ليه هو كمان حق في ارتداء الشاره بسبب الاقدميه وبسبب التاريخ او البطولات مع المنتخبات الناشئين حتى المنتخب الاول. تختلف ام تتفق؟ لا اتفق طبعا، اللي حصل اخيرا هو الصح. تمام. يعني موضوع الشاره ده موضوع يعني انا سالت فيه. سالت مين فيه؟ سالت كابتن بركات. كابتن بركات دايركت. وفهمت ان هو في يعني كان مجرد فكره مش للطرح يعني فكره ان بيكون في تداول الشارع بشكل او باخر غير الاقدميه. طبعا يعني الفكره كانت في غير وقتها على الاطلاق يعني انا داخل على حاجه جديده ومهام كبيره وفريق تحت البناء، منتخب مصر فريق تحت البناء واستعاده الثقه مره اخرى. فانا كنت في يعني انا كمنتخب انا في غنى وكجهاز في غنى عن طرح هذه الفكره من الاساس ودون ان اسال هذا او ذاك يعني الاقدميه مساله مريحه للكل ولا خلاف عليها سواء كان فتحي او غير فتحي. يعني كابتن صلاح ده قيمه كبيره جدا في منتخب مصر وكابتن فتحي كذلك يعني وصلاح اشتغل في الفرقه تحت قياده احمد محمدي يعني بالاقدميه برضه. الاقدميه دي يعني شيء معمول به في كل الفرق الكبيره الا في البعض القليل جدا يعني اللي بيحط يعني زي ميسي في وقت من الاوقات كان يعني موجود على لا بس ميسي ما كانش موجود في ظل تشافي انيستا مش موجود مش هو الكابتن بالظبط علشان حضرتك عارف بيكون لها اسس ده ولاد النادي وفي نفس الوقت هم الاقدم وكمان لعيبه كبار يعني تشافي انيستا يعني لعيبه كبار ولا يقلون اهميه عن وجودهم في برشلونه زي ميسي بيتكلم في سيرجيو راموس في ريال مدريد هو نفسه القائد احد ابناء ريال مدريد ودوره وكاريزمته مهمه جدا حتى في وجود رونالدو بالظبط رونالدو في اليوفنتوس مش هو الكابتن فحضرتك فاهم هي بتختلف على حسب النادي وعلى حسب شخصيه الكابتن لو شخصيه الكابتن اللي موجود لا تتناسب مع الضغوطات وطبعا سيطرته على اللعيبه بيتم استناد للاعب اخر ربما الثاني في الترتيب يعني هو بقى المدرب بيختار او بيعملوا فوتنج تصويت لعيبه بتختار بيترشح ثلاث اسامي ومين اللاعب اللي انت عايزه كابتن الفريق دي اقتراح برضه موجود بس ده ما اعتقدش انه موجود في هنا في مصر لان طبعا بس هيعمل يعني تكتلات داخل ما انا بقول لحضرتك هيعمل الناس هنا في مصر فهي اريح حاجه يعني النهارده يعني انت انا بدور الكابتن لازم يكون له كاريزما وشخصيه دي حاجه دي حقيقه طبعا دي حقيقه بس لو ما وافقش ما كانش فيه يعني توفيق في تواجد هذه الشخصيه ففي ادميه بس المدرب عليه دور المدرب عليه دور ان هو يصنع هذه الشخصيه يعني يصنع هذه الشخصيه في داخل المنتخب علشان برضه يقود الفرقه في الملعب يقود الفرقه في المعسكر حتى يعني لو في نواقص في الشخصيه دي هو يقدر يكمل ما يبقاش رامي الحمل على الكابتن فريق ومش قضيه كبيره جدا القضيه الاكبر هي يعني الانجازات لهذا المنتخب دي اللي ما كانش يجب ان احنا نتوه مع قضيه الشاره دي كثيرا والحمد لله انها انتهت على خير واقتنع كابتن حسام البدري وهو يعني فاهم الاصول دي من اصلا وعارف يعني انا عايز اقول ان يعني ان هي حصلت في فتره من الفترات في انديه كبيره زي النادي الاهلي وكان الحسم واضح جدا يعني وهو طبعا حسام البدري عارف كده والكابتن حسام البدري عارف كده فالحمد لله انها انتهت على خير وهنشوف ان شاء الله كابتن احمد فتحي في ايد كابتن محمد صلاح مع بعض. هل حضرتك شايف ان منتخب مصر محتاج الى غربله بلغه الكوره حتى يستعيد بريقه ولمعانه في الكره الافريقيه من جديد ولا المنتخب مصر فيه بعض العناصر لكن كان يحتاج مدير فني عنده الامكانيات والقدرات اللي تقدر تخليه موجود في المصاف الاول للكره الافريقيه بعكس ما حدث في بطوله الامم الافريقيه الاخيره والخروج من دور 16 امام جنوب افريقيا؟ سؤال صعب قوي بس صح؟
جدا. بص عليك ده انا ايه جبت بص قلت اعصر كل حاجه جوايا عشان اطلعها. جدا ده سؤال صعب جدا. طبعا محتاج غربله؟ لا هنقول محتاج انتصارات. نمره طيب واحد. ما احنا بنكسب في التصفيات يعني بس في البطولات ما هيبان بقى. انا عايز اقول الغربله هتيجي مع المشوار. هل هي مقياس البطولات اللقاءات والانتصارات هل هي مقياس؟ طبعا احنا مع مستر كوبر فزنا في كل في معظم التصفيات المؤهله لكاس العالم لكن في كاس العالم ما كانش لينا شكل. يعني مستر كوبر نافس على كاس الامم الافريقيه وخسر من الكاميرون في النهائي. انا بتكلم على كاس العالم. ماشي وصلنا كاس العالم بعد 26 سنه ما اختلفناش ولاسباب اخرى احنا فشلنا في كاس العالم. يعني احنا مش عايزين عشان ايه ماشي. انت ذكرت اسم كوبر بس انا مش هخش في الاسباب الاخرى. احنا هنتكلم عليه بسرعه كده. لما اسباب اخرى كثيره جدا معروفه اداريه في ماشي. المقام الاول يعني تمام فيعني ويعني وبرضه احط خط ان لاعبتنا ما كانتش مؤهله ان هي تلعب في هذه البطوله رغم انها تاهلت لها مؤهله نفسيا او لما تم تجهيزها نفسيا ومعنويا ان هي تكون على قدر المنافسه يعني الانتصارات وليست الغربله. طبعا الغربله بتيجي مع الوقت بس هل المدرب الشاطر هو اللي يبقى قادر على ان يكون غربلته دي صح؟ ما يعني ما ليس لاسباب شخصيه تمام ولصالح الفريق في المقام الاول واذا كان مثلا بيستبعد واحد ويدخل واحد بيكون يتحسب عليه هذا الجديد مثلا على سبيل المثال بدون ذكر امثله يعني انما انا خرجت فلان ودخلت سين من الناس يبقى اللي لازم بيعمل لي اضافه يعني انما منتخب مصر بعد كاس الامم الافريقيه 2019 لا محتاج غربله حقيقيه ما فيهاش كلام يعني ويعني اعتقد ان يعني مثلا استبعاد ورده واحمد المحمدي انا ما بحبش اذكر اسماء كتير بس مضطر اقول المحمدي واحمد ورده دي من ضمن عمرو ورده والمحمدي و شفت حضرتك تصرف عمرو ورده الاخير تابعته ولا حضرتك ما عندكش خلفيه؟ ما عنديش خلفيه يعني وكان حصل تصرف منه في اخر مباراه ليه مع فريق لاريسا اليوناني اللي كان موجود فيه قبل انتقال عمرو ورده باسم مرسي احد الانديه في الدوري اليوناني وكان تعامل بعد تبديله مع في دكه على دكه البدلاء يعني ضرب دكه البدلاء جامد برجليه وكان تصريح لرئيس النادي معلن في الصحافه المصريه وقال ان انا يعني ممكن اتخذ اجراء برحيل عمرو ورده عن صفوف فريق لاريسا اليوناني. اعتقد ان عمرو ورده لو رحل عن هذا الفريق ما اعتقدش ان هو هيلاقي حاجه في اوروبا او يلاقي حاجه في مصر ممكن يعني تتقبل شخصيته او تتقبل الطريقه اللي بيتعامل بيها. هل الكلام ده صحيح ولا الكلام ده هو طبعا انا مش عايز اقصو عليه بدون مناسبه يعني ولكن اذا حدث بالتفصيل هذا الكلام انا ما رصدتوش يعني نحاول سريعا لو نقدر ان احنا نجيب الصوره اذا حدث يبقى برضه نقطه يعني سوداء في عمرو يعني حضرتك احنا بنحاول ان احنا نجيب صوره عمرو ورده في المباراه في الدوري اليوناني الاخيره لما ركل دكه البدلاء وكان تصريح لرئيس النادي بالاستغناء عنه حال تكرر هذا السلوك مره اخرى. تفضل يا فندم. فطبعا حاله النرفزه بتحصل بعض اللعيبه عند الاستبدال دي موجوده في الملاعب بشكل او باخر بس يعني ورده بالذات عنده رصيد من العلامات والمخالفات اللي هو يعني ما يخلوش يعمل حاجه زي كده ويكون اكثر التزاما وانضباطا يعني لان هو لاعب محترف في الاول والاخر ودي نقطه مهمه جدا لازم يعني حد يقول له عليها حد بيحبه يقول له عليها لان انا شايف ان ورده موهبه كرويه مش جيده واستبعاده من منتخب مصر رساله على فكره اهم من حته ان يعني رئيس النادي بيستبعده الاستبعاد من منتخب مصر دي برضه رساله يا ريت ياخد باله منها عشان ما يخسرش روحه وزي ما انت قلت لو خسر ناديه الحالي وهو معرق ليه وخسر ومعاه منتخب مصر وما يفكرش مش يعني هيبقى طريقه انقطع في مع اللعبه وده مش كويس يعني في السن دي يعني. طيب اخيرا حضرتك يعني كلمه تقولها لجمهور النادي الاهلي وايضا لمنتخب مصر والمنتخب الاولمبي سريعا علشان الثلاثه عندهم الاهلي عنده معسكر واستعداد لموسم ان شاء الله يكون بعد التوقف ومنتخب مصر عنده ماتشين في التصفيات وايضا المنتخب الاولمبي عنده بطوله قويه جدا ومهمه. بدايه من المنتخب الاولمبي كابتن شوقي غريب احنا معاكم ان شاء الله
ونتمنى منكم اللقب والبطاقه ومعاه بطاقه الالعاب الاولمبيه في طوكيو. عندنا ثقه كبيره جدا في نجومنا، ومهم وعندكم مهمه اخرى خفيه في هذه البطوله، وهي قدر استعاده قدر كبير جدا من ثقه جماهيرنا بمنتخبنا بعد احداث كاس الامم الافريقيه اللي فاتت. منتخبنا الاول بقياده الكابتن حسام البدري، انت في اصعب اختبار يا كابتن حسام خلال مشوارك التدريبي، واتمنى ان توفق في اداره المنتخب اكثر من فوز في المباراتين الجايين كينيا وجزر القمر. لدينا ثقه ان انت ان شاء الله تفوز، بس اهم حاجه ان احنا نحس ان قدامنا منتخب جديد. بالنسبه لجماهير النادي الاهلي بقى، انتوا نمره واحد في عوده جماهير الكره المصريه للملاعب ان شاء الله. يعني استاذ سامي بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، استمتعت جدا بوجود حضرتك. وانا اكتر ان شاء الله بقى حضرتك تكون دايما موجود معانا، ما تاخرش عننا. شكرا يا عمر. والمقال بقى ان شاء الله بكره كده انا هقراه، ولازم يعني ابدي رايي، اكيد هيعجب كل جماهير الكره المصريه. الله يخليك، شروط عوده الجماهير ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ سامي عبد الفتاح الكاتب الصحفي الكبير كان معانا في الفقره الحواريه الثانيه، طبعا اكيد بنشكره شكرا جزيلا. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الحلقه ان شاء الله، لسه مكملين على قناه النادي الاهلي بعد قليل مع الكابتن اسلام الشاطر وضيفه الكابتن سيد عبد الحفيظ في سهره مع ان شاء الله تنال اعجاب حضراتكم، وان شاء الله يعني كالعاده زي ما انتم متعودين هنا في قناه الاهلي كل النجوم هيكونوا موجودين معنا. اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.